أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. هنتوكل على الله ونبتدئ النهاردة المحاضرة السادسة في الكيدني، وهي خاصة بالرينال هاندلينج أوف بوتاسيوم يوريا كالسيوم أند هيدروجين، مع الموضوع الأهم اللي هو البلازما كليرانس، ثم موضوع يعني أخف نسبيا وهو الميكتوريشن. وانتم عارفين يا لدن احنا كنا غيرنا العنوان من محاضرات الفسيولوجي المجانية لمحاضرات الفسيولوجي لصالح الأطفال من مرضى السرطان، ويعني دي حاجة طبعا مهمة ان احنا نساند هؤلاء الأطفال. وبتذكر اول ما نشأت فكرة اول مستشفى لسرطان الأطفال في سنة 1999 من السيدة رحمها الله اللي هي علا لطفي زكي، وقد قامت بالتبرع في وقتها بمبلغ 10 مليون جنيه، دفعة واحدة كانت هي الأساس في مشروع تكلف بتكلفة مبدئية في وقتها I think انه كان حوالي 70 مليون دولار أمريكي، وتم افتتاح المشروع في سنة 2007. والحقيقة دي من أكتر الحاجات اللي هي بتؤثر في نفسي، اللي هو الطفل اللي بيواجه السرطان ذلك المرض وياخد كيموثيرابي ويقع شعره ويحس بغثان نفس، شيء يعني صعب. مهم نتوقع الله نبتدئ الكيدني ليكتشر 6 في الكيدني. فنتوقع الله ونبتدئ. أول حاجة ناخدها أولاد اللي هي دلوقتي tubular handling of potassium، وده يصلح إنه يكون سؤال نظري طبعا، مش بأهمية الجلوكوز والصوديوم والجلوميرال فلتريشن والووتر اللي هم اهم مواضيع اخذناها لحد دلوقتي. يعني ده سؤال اقل ترجيحا انه يجي في النظري بس. طيب ناسف على هذا الانقطاع ونتوكل على الله نبتدئ. tubular handling of potassium. الاول بحب اكلمكم كده في عجاله عن البوتاسيوم. فده البوتاسيوم ده اكتر اين بيخشاه الهارت، وفي ثلاث ارقام بحب تبقوا متذكرينها تماما حوالين هذا البوتاسيوم. انه لازم البوتاسيوم يقل في الشخص الطبيعي عن رقم الحسد، وهو افتكرها 5 وخميسة 5 ملي اكويفالنت بير لتر. يعني البوتاسيوم لازم بقى اقل من 5 عندك ملي اكويفالنت بير لتر، هو حوالي 4.5 مثلا. لانه انا عايزك تتخيل لو زاد لـ8 يعني زاد كمان 3، فبتصور في كارت أصفر انذار بيبتدي يحصل أريثميا، لخبطة في ضربات القلب وإي سي جي تشينجز. كمان 3 لو وصل 11 بيتوقف القلب تماما إن داستول. حتى كنت قلت لكم في فقرة المعلومات العامة إن الحقنة المميتة اللي بيموتوا بيها في بعض الولاد في بينفذوا الإعدام في بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ما هي إلا بوتاسيوم كلورايد. يبقى أخطر آين في جسمك هو البوتاسيوم ولاد. وتاني هقول الثلاث أرقام إنه هو نورمالي تحت رقم الحسد عشان ما يحسدوكش، 5 وخميسة 5 ملي إكويفالنت بير لتر. لو زاد لـ3 بقى 8 إي سي جي تشينجز ويحصل لك أريثميا. كمان 3 11 ملي اكويفالنت توقف القلب. لدرجه اقول لكم معلومه برضو مهمه جدا، ان احنا اي ارتفاع في البوتاسيوم فوق 6 ما بنستناش، بنعمل داليسيس، بنعمل غسيل كلوي عشان خاطر ننزله، لان مش هنستنى لما القلب يحصل له سلوينج واريثميا وستوبتش. ده كان اهميه البوتاسيوم. والدليل على ذلك حتى حاجه لطيفه، دور على الفور ستيمولاي اللي كانوا بيطلعوا الالدوستيرون، كان اهم واحده فيهم هي نمبر 1 البوتاسيوم. تغير 1 ملي اكويفالنت في البوتاسيوم كان بيطلع الالدوستيرون. دي كانت مقدمه لابد منها يا اولاد. نبتدي بقى موضوعنا في النظري. لو جالك سؤال tumor handling of potassium، ها
هتجاوبه على النحو الآتي. هتقول إن البوتاسيوم إكسكريشن كأي مادة في الجسم is determined by three processes، بثلاث عمليات: filtration, reabsorption and secretion. بوتاسيوم filtration, reabsorption and secretion. والبوتاسيوم من المواد القليلة اللي بتجري عليهم العمليات الثلاث، يعني غالبا مثلا الجلوكوز بيبقى completely reabsorbed، في مواد تبقى secreted بس، إنما البوتاسيوم يكاد يكون من المواد القليلة جدا اللي بيحصل لها both reabsorption and secretion. وهبقى فهمكم في عجالة ليه ربنا عامل هذه العملية. فالأول نقول البوتاسيوم filtration، احنا قلنا ان الرقم في الدم لازم يقل عن 5، هو حوالي 4.5 ملي إكوفلنت بير لتر. طب انت بيحصل filtration في اليوم، كنا حسبناها 125 ملي لتر الجلومير فلتريشن ريت في الدقيقة، لما حسبناها في اليوم طلعت 180 لتر. يبقى الكمية اللي بتفلتر 180 في كل لتر فيه كام؟ في 4.5، يطلع ان اللي بيفلتر في اليوم 756 ملي اكوبلن بير دي. يبقى كده ده الفلتر. طيب جسم بيعمل بوتاسيوم ريابزوربشن، بيحاول الاول يجمع معظم هذا البوتاسيوم، فبيجمعه في مناطق ثلاث، حتى انا حطيتها لك باللون الاحمر اهي، الثلاث مناطق اللي بيحصل فيها ري ابزوربشن البوتاسيوم. اول منطقه واهم منطقه قلنا ربنا سبحان الله معظم الاعمال بيعملها في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول، لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، ربنا بيبتدي في اول حته يعمل معظم الاعمال، وادانا مثال على ذلك. ففي البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول بنمتص 65% من البوتاسيوم، يعني حوالي 2/3 البوتاسيوم، وده نفس الرقم بتاع الصوديوم. ليه؟ تعال نتفرج هو ازاي بيمتص passively في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول. باراسيلولار يعني ما بين الخلايا، بعمليتين: solvent drag اللي هي معناها ايه الكلمه دي، احنا لما بنمتص الميه يا اولاد تركيز البوتاسيوم هيحصل له ايه جوه اليوم؟ خدت الميه من اليوم تركيزه زاد، فيجري البوتاسيوم ورا الميه، فيسموها solvent drag، يعني solvent بيدراج بيشد البوتاسيوم ومواد اخرى كثيره. يعني تخيل ادي البوتاسيوم كده، احنا خدنا الميه فالبوتاسيوم تركيزه في اليوم يزيد فينتقل تاني، يرجع تاني للبلاد. تاني طريقه باي سمبل ديفيوجن، يبقى في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول بنمتص 2/3 البوتاسيوم، 65% من البوتاسيوم بيمشي باراسيلولار بعمليتين: سولفن دراج امتصاص المياه بيركز البوتاسيوم فيرجع على المياه، وبالسيمبل ديفيوجن. تاني حته بنمتص فيها البوتاسيوم اللي هو في الثيك اسندنج ليم اوف لوب اوف هانل، وفاكرين ده 25%، الارقام دي كلها قلناها، كنا فاكرين ان في كارير هناك عجيب بيشيل 4 اينز، 2 كلورايد اهو، واحده صوديوم واحده بوتاسيوم، وهو بار مره اخرى نفس الرقم بتاع الصوديوم. يبقى كده لمينا كام يا اولاد؟ لمينا 90%، 65 و25 90%. في الكولكتنج تيبيولز اللي هو المنطقه الثالثه اهي بنلم 5%، يبقى 95% بوتاسيوم لميناه بواسطه مين في الكولكتنج تيبيولز؟ بالاي سيلز اللي هو الانتركاليتد الخلايا المحشره، بناخد بوتاسيوم ونرمي عوضا عنه تملي، بنرمي هيدروجين فنسمي ده انتي بورتر، وتملي قلنا الهيدروجين بنرميه عند اللومينال بوردر. يبقى تم استرجاع 95% من البوتاسيوم. بعد كده نيجي بقى البوتاسيوم سكريشن. لو لقى الجسم ان ال 95% دول اكثر مما ينبغي، قلنا ان زياده البوتاسيوم ممكن تعمل لخبطه في ضربات القلب لما لو وصل 8، وتوقفه خالص لو وصل 11، الثلاث ارقام المشهوره 5 8 11 تحفظها مع حيات في الطب، المفروض نورمال تحت 5، لو زاد ل 8 يبقى اي سي جي تشينجز، 11 كارت احمر تطرب من الحياه، ذا هارت ستوبس ان داستول. ففي الليت ديستال والكورتيكال كولكتنج، يعني في الحته دي بقى
الليت ديستال كورتيكال كولكتنج اللي لقيته زياده انت هتعمل له سيكريشن بواسطه خليه اسمها ايه هنا بقى البي سيلز اللي هي البرنسبل سيلز اللي هي بتاخد صوديوم وترمي بوتاسيوم. وقلنا العمليه دي تحت تاثير الالدوستيرون فعند البيزولاترال بوردر بناخد صوديوم ونرمي بوتاسيوم بامب تمام. وبعد كده البوتاسيوم بيديفيوز لليومن عند اليومينال بوردر باسيفلي. ده كيف نتعامل مع البوتاسيوم. انا وعدتكم افهمكم القصه ايه القصه يا اولاد. ان حصل فلتريشن الاول قلنا الكام 756 لخطوره البوتاسيوم. الجسم الاول بيلم 95% من البوتاسيوم عشان يبقى نروح البوتاسيوم ده لازم نظبطه تماما. وبعدين اللي مش عاوزه في الاخر في الديستال والكورتيكال كولكتنج يرميه. حتى بقولها بطريقه يعني فيها شويه مزاح عشان خاطر تفتكروها. بتذكرني قصه البوتاسيوم دي بقصه الاوبن بوفيه في الافراح. عارف تلاقي في الافراح ما هو كل واحد مش ضامن نفسه هيلاقي اكل ولا لا، فتلاقي الناس يعني ماشيه بارتال من الاكل كده اهرامات في الطبق. هو مش هياكل ده كله، هو بس عاوز يضمن نفسه انه يجيب من كل اصناف وحط كل الاكل قصاده، ياكل اللي ياكله واللي مش عاوزه يرميه. فطول عمري بقول البوتاسيوم نظام اوبن بوفيه، خلاص ان الاول الجسم يلم لانه خطير مش عاوز يتعرض للخبطه، يلم كل البوتاسيوم وبعدين يفكر اللي مش عاوزه يرميه في الاخر. فلمه في البروكسيمال 65% في الثيك اسندنج 25% ادي 90 وبعدين بعد كده لم في الكولكتنج تيبيول 595 بالاي سيلز. لمينا 95% بعد كده مفيش هزار في البوتاسيوم. لو زاد قلنا من 5 ل 8 كارت اصفر لخبطه في ضربات القلب وتشينجز في اي سي جي كمان 3 11 كارت احمر يتوفاك الله ذا هارت ستوبس ايد داستول تطرب من الحياه. فده المفهوم عند العبد الله ليه تمت العمليه بهذه الصوره. وعاوزك تفهم الفسيولوجي مش زي ما انا فاهمه، افضل مما انا فاهمه. يبقى بيلم كل البوتاسيوم واللي مش عاوزه في الاخر نرميه لانه نو جوك اتول، مفيش اي هزار في موضوع البوتاسيوم. يتم لم كل الاجزاء وبعدين نرمي الجزء اللي احنا مش عاوزينه. قولوها لي بقى في عجاله، بنلم ايه؟ 65% في البروكسيمال، 25% في الثيك اسندنج، وبعدين 5% في الكولكتنج يبقى 95. واللي مش عاوزه نرميه بالديستال والكولكتنج تيبيولز والكورتيكال بارت الكورتيكال كولكتنج، نرمي اللي مش عاوزينه بالبي سيلز تحت تاثير الالدوستيرون. ده فكره البوتاسيوم. يبقى البوتاسيوم هو الماده الوحيده لو جات لك في النظري هتتكلم في بتجري عليه الثلاث عمليات فلتريشن ريابزوربشن اند سكريشن. طيب عشان تاخد النمره الفول مارك قول لنا بقى في السكريشن اللي هو اهم عمليه اللي بتظبط في الاخر اللي هي الفاينل ادجستمنت. بعد ما خدته كله بتظبط نفسك ترمي الكميه اللي ما انتش عاوزها. اللي هي حدثت فين؟ قلنا السكريشن في الليت ديستال اند كورتيكال كولكتنج بالبي سيلز بتاثير الالدوستيرون. عند البيزولاترال بوردر بالبامب وعند اليومينال بوردر بعد ما عملنا بامب هو بيمشي لوحده لليومن بالديفيوجن. في اربع عمليات بيزودوا السكريشن. كعادتنا يا اولاد بحب اعرض الفسيولوجي والمعلومات بطريقه تسهل التذكر. فانا كاتبها لك بطريقه واحنا حفظنا بعض. في اربع حاجات تحفظهم كل اثنتين مع بعضها. امتى هترمي بوتاسيوم كتير؟ لو الاكل احتوى على بوتاسيوم كتير. حضرتك كلت اكل فيه بوتاسيوم كتير كما الفاكهه خاصه الموز فيه بوتاسيوم كتير قوي. يبقى لو زاد الدايتري بوتاسيوم في الاكل هيزيد في البلازما وبالتالي نزود السكريشن بتاعه. طب تاني حاجه الدايوريتكس. كل المدرات بتخلي المايه ماشيه بكميات ضخمه وجواها بوتاسيوم لانها بتزود الفلو في الديستال كونفليتد تيبيول اللي بيتم فيه السكريشن. يبقى اول اثنين يا اولاد بحرف الايه؟ الدي. دايتري زياده الدايتري بوتاسيوم والدايوريتكس. طب الاثنين اللي بعد كده يا اولاد بحرف الايه؟ الالدوستيرون قلنا ده بياخد صوديوم ويرمي يعمل سكريشن للبوتاسيوم.
ده وظيفته الاساسيه انه يريتين الصوديوم والميه ويرمي البوتاسيوم. وبعدين ميتابوليك الكالوزيس، يبقى الاثنين بحرف الايه، الالدوستيرون والالكالوز. وفاهمينها ليه يا اولاد؟ لان قلت في تو اينز بيتحكم في البي اتش في جسمك، الهيدروجين ممثل ده الايون الحامضي، ويقابله مين؟ الايون القاعي القالوي بوتاسيوم. عشان كده حتى قلنا بيسموه كاليوم، الاصل عربي كالوي. فاكر رمز البوتاسيوم كي؟ جاب منين كي دي؟ من كاليوم. وحتى قلت في نورث امريكا لما اقول لولاد كاليوم دي ايه، يقولوا لي لاتيني، لاني بعتز بعروبتي. فاقول لهم لا، الاصل عربي. ان العرب اول ناس عرفوا ان ربنا حط كل حاجه على ميزان، في ايون يعمل الحامضيه اللي هو الهيدروجين، طب يبقى لازم في ايون مسؤول عن الكالويه كاليوم وهو البوتاسيوم. فلو انا عندي الكالوزيس يبقى تخلص من انهي اين؟ انا عندي الكالوز من الكالوي اللي هو البوتاسيوم، فالسكريشن البوتاسيوم يزيد. يبقى فهمت قصه البوتاسيوم كما العبد الله فهمها. يتم تجميع البوتاسيوم كاملا، تعال نقولهم تاني مع بعض، ثلاث حتت. في الاول نجمع اكبر كميه، في البروكسيمال نجمع 65%، في الثيك اسندنج 25%، في الكوليكتنج 5% بالاي سيلز. جمعت كام؟ 95 65 و25 90 و5 يبقى 95. اللي مش عاوزه مين ده؟ فين؟ في الديستال والكورتيكال كوليكتنج، بأني خلية؟ بالبي سيلز، البرنسبل سيلز، تحت تأثير الألدوستيرون. عند البيزل لاترال بوردر بالصوديوم بوتاسيوم بام، وعند اليومن بوردر بيدخل على اليومن بالديفيوجن ترميه. طب ايه اللي بيزود السكريشن؟ احنا قلنا مفيش هزار في البوتاسيوم، كالت كتير، دايتري او دايوريتكس، ادي اتنين بحرف الدي. طب واتنين بالايه؟ الالدوستيرون اللي بيحتفظ بالصوديوم والملح والميه ويرمي البوتاسيوم، والالكالوزيس. انا عندي الكالوزيس يبقى لازم اتخلص من الكالاويل، ان عندي الكالوزيس يبقى اتخلص بوتاسيوم. يزيد السكريشن في اربع احوال، زياده الدايتري بوتاسيوم والدايوريتكس اتنين بحرف الدي، والالدوستيرون وال ميتابوليك الكالوز. اظن طريقه سهله. يبقى العرض لطيفه يا اولاد، مع عشقت مستعشق النظام، تقول الثلاث عمليات فلتريشن ريابزوربشن سكريشن، وهو الايون الوحيد اللي بيجري عليه الثلاثه بالصوره دي، وبعدين تعمل السكريشن بالاربعه دول. ده اخر سؤال مهم في المجموعه اللي هناخدها دلوقتي. نيجي لليوريا، ما بيجيش اكتر من ام اس كيو، بس احنا بنقول الكورس كاملا ام اس كيو شفه ونظري وكل اولاد. تيوبولار هاندلنج اوف يوريا، كيف يتعامل الجسم مع اليوريا؟ برضو احب اقول كما قلت مقدمه عن البوتاسيوم، الثلاث ارقام 5 8 11، بحب اقول مقدمه عن اليوريا. ايه رايك؟ اليوريا ماده ضاره، يعني بولينا، لحتى باسمها بولينا بننزلها في البول، بس هي في نفس الوقت ربنا علمنا ان احنا نستفاد من كل شيء. فقلنا الهايبر اوزموتيك جريدينت اللي موجود في الانترستيشيان بتاع الكيدني ما بين التيبيولز، واللي هو مهم في امتصاص الميه وبالتالي تركيز اليورين، الاملاح اللي موجوده في هذا الهايبر اوزموتيك جريدينت of interstitium عبارة عن حاجتين، صوديوم كلورايد ويوريا. فاليوريا مهمة جدا 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 في صناعة الهايبر اوزموتيك جريدينت اوف ذا انترستيشيوم، وبالتالي في الكونسنتريشن اوف يورين. يعني شوف سبحان الله، ربنا تبدو مادة ضارة بولينا المفروض نتخلص منها، لا، بناخد جزء منها نعمل بيه الهايبر اوزموتيك جريدينت. يبقى راجع محاضرة المية عشان يساعد على تركيز البول. فتعال نحكي قصة البولينا. في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول يا اولاد، كنا قلنا لما بنمتص المية البولينا بتتركز في اليومن، ف 40% منها بيرجع. حتى هنا رجوع مفروض ان انا مش عاوز بولينا، كنت عاوز اخلص منها، فسموها مش ديفيوجن يا اولاد، باك ديفيوجن. يبقى 40% بترجع في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول وسميناها باك ديفيوجن. ازاي؟ باراسيلولر. يعني ايه باراسيلولر؟ ما بين الخلايا. مره اخرى انت خدت ميه فالبولينا تركزت رجعت ورا الميه، فسموها سولفنت. سولفنت يعني مذيب، اللي هو الميه.
دراج يعني بيشد. المايه لما امتصت اتركزت البولينه فرجعت ورا المايه فيسموها solvent drag. تحفظ التعبير ده solvent drag. طيب نيجي تاني حاجه في ال thick ascending خلاص والديستال بعدها والكورتيكال كولكتنج. يعني خد بالك الثلاث حتت دول ورا بعض thick ascending يليها الديستال convoluted يليها كورتيكال كولكتنج. كل دول impermeable total ما بينفذوش للاسف impermeable توريا ما بينفذوش اليوريا. انا اسف يبقى thick ascending والديستال convoluted والكورتيكال كولكتنج كلهم impermeable to urea. لكن في نفس الوقت permeable للمية بيحصل water absorption. فتخيل من اول الثيك ascending امشي معاه كده بالليزر وشوية تخيل ادي الثيك ascending اهو الثيك ascending وبعدين الديستال وبعدين الكورتيكال كولكتنج. كل دول ما بينفذوش البولينة لكن بياخدوا مية فالبولينة تتركز يبقى اليوريا concentration تزيد وهو المطلوب. هتفهم ليه بنركزها عشان لما نوصل للميدلري بارت هنا يبقى تركيزها عالي جدا. نروح سمح لها بقى تخرج في الميدلري بارت ناخد 40-60% ديفيوزس تو ميدلري انترستيشن لتساهم في عمل الهايبر اوزموتيك جريدينت اوف انترستيشن فلويد اللي مهم لامتصاص الميه اللي مهم للكونسنتريشن يورين. بشوف الروعه يا اولاد. يبقى تاني يبقى اليوريا في البروكسيمال خدنا 40% دي خدناهم ما كناش عاوزينهم دول كنتيجه لامتصاص الميه اتركزت البولينه في اليومنت فرجعت ورا الميه سولفنت دراج ده 40%. طيب الجزء الثاني ان الثيك اسندنج والديست والكولكتنج تابع الليزر ثاني ثلاثه ورا بعض ثيك اسندنج ديستال كولكتنج لا يوجد امتصاص لليوريا بينما حتى تعالى اعملها لك اهو امتصاص المايه شغال عادي خالص بنمتص مايه. طب لما تاخد مايه وما تاخدش يوريا تركيز اليوريا هيحصل له ايه يا اولاد؟ ادينا حطيناها احنا مع بعض بنحط اي حاجه نجد نحن عايزين نحطها. يعني الثيك اسندنج والديستال وال كورتيكال كولكتنج كل دول ما نفذوش اليوريا لكن بياخدوا ميه فاليوريا تتركز وهو مطلوب. فباي ذا تايم بالوقت لما نوصل الميدلري بارت اوف ذا كولكتنج دي الكولكتنج دي الميدلري بارت يبقى تركيز اليوريا عالي جدا لان انت عمال تاخد ميه ولا تسمح لليوريا تاخد ميه ولا تسمح لليوريا فاليوريا تركزت جدا. فجاه في الميدلري بارت روح فاتح الباب فعندنا 40-60% ديفيوز فتخلي الهايبر اوزموتيك جريدينت تحت عالي جدا يوصل قلنا 1200-1400 مللي اوزمول وهو ده الهايبر اوزموتيك جريدينت اللي هو مهم لامتصاص الميه. سبحان الله يا ربي حتى الماده اللي تبدو غير مهمه لانها بولينه ربنا استخدمها في عمل الهايبر اوزموتيك جريدينت الهايبر اوزمولاليتي اللي مهمه للكونسنتريشن يورين. طيب ايه اللي بيزود اليوريا اكسكريشن؟ لو البلازما يوريا كتير اليوريا اكسكريشن هتزيد. ما انا مش هسمح لها لا تزيد عن 20 ماكسيمم 40 ده رقم كبير قوي. فزياده البلازما يوريا او زياده الجلومير فلتريشن ريت. طب هيسالك في حاجه اسمها يوريا سايكل اهي بص السايكل اللي هي رسمها لك باللون الاحمر ان احنا قلنا انها في الميدلري كولكتنج تيبول بتطلع وبعدين تدخل بعد كده في الثيم بارت اوف لوب اوف فانل ده بيرميبل كل الحته دي امبيرميبل وبعدين ترجع تخرج تاني من الميدلري كولكتنج يبقى ده اليوريا سايكل. يبقى تحفظي فيها ثلاث كلمات تعالوا نقولها مع بعض. يبقى الاول اهي الميدلري كولكتنج تخرج للميدلري انترستيشن اهي دي الرسمه اهي من الميدلري كولكتنج للميدلري انترستيشن دول اول كلمتين اهم ميدلري كولكتنج خرجت ليل ميدلر انترستيشن وبعدين تالت كلمه تدخل في الثين لوب اوف فين بعد كده كل ده امبيرمبل توريا وترجع تخرج من نفس النقطه يبقى سايكل اهي يا اولاد يبقى دايره اهي سايكل دي سموها يوريا سايكل. يبقى لو سالك عليها تعرفها وفاهم ايه قيمتها ان احنا لا نسمح بخروج اليوريا في هذا الجزء اللي هو ثلاث حاجات ثيك اسندنج ديستال
and cortical collecting. ليه ناخد ميه بس؟ فتتركز فتخرج تعمل لي هايبر اوزموتيك جريدينت. واضح انها جزء منها بيدخل في الثين اسندنج وتلف، تقعد تلف في اليوريا بالشكل ده. ده كانت الموضوع التوبولار هاندلنج اوف يوريا. ولا تنسى اولاد برضو العمليه بطريقه لطيفه في الحفظ، في رقمين تقفيهم رقم 40. يبقى اليوريا بيحصل لها بتمتص مرتين، مره في البروكسيمال 40% دي ما كناش عاوزينها، دي عشان كده سموها باك ديفيوجن. ديفيوجن غير مرغوب فيه، رجعت لنا تاني باك، دي اللي هي باراسيلور عن طريق السولفنت دراج. الحته اللي مرغوب فيها بقى هنا في الميدالري كولكتنج اللي هي 40 برضو ل 60، يبقى افتكر 40 و40 رقمين ما بينهم ما فيش امتصاص لليوريا في ثلاث حتت. طيب ده اليوريا ولا دي اللوحه الثانيه. نيجي اللوحه الثالثه، كالسيوم هاندلنج اوف رينال تيبيولز. برضو ده انا عايزك تاخد فكره عنه بس، يعني ما بيجيش الكلام ده، بس احنا بشرح لك كل حاجه. الكالسيوم بيحصل له ري ابزوربشن في الاول باسيف وبعدين اكتف. باسيف ري ابزوربشن، الكالسيوم حاجه مهمه لازم نرجعها ري ابزوربشن، خلاص بنعمل باسيف ري ابزوربشن ل 65% في البروكسيمال كونفوليوتد. يعني اتعلمنا حاجه ان ربنا تلتين المواد، تلتين الاملاح زي الصوديوم زي البوتاسيوم زي الكالسيوم بيرجعهم في الاول، 2/3 65% من الصوديوم بوتاسيوم بناخد دلوقتي، كالسيوم بيرجعه في البروكسيم نفس الرقم. طيب في الثيك اسندنج 25%، هنا ل 30 مش مهم، يعني مش مهم تلخبط روحك، خليها 25. يبقى 25% من الصوديوم، 25% من البوتاسيوم، 25% من الكالسيوم، برضه باسيف ري ابزوربشن هنا. طيب بيقول لك واحد واثنين دول الميكانيزم بتاعهم ازاي؟ اما حضرتك بتمتص صوديوم وميه، صوديوم ووتر ري ابزوربشن، فالكالسيوم هيتركز في اليومن فيحصل له ري ابزوربشن، نفس الفكره. يبقى واحد واثنين ازاي بتتم باسيف؟ امتصاص الميه والصوديوم اهي، بس هتوضحها لك، ما كانتش واضحه كلمه صوديوم. الصوديوم والميه لما نمتصهم بيؤدوا الى تركيز البوتاسيوم، نفس القصص، فيحصل تركيز الكالسيوم، اسف، فيحصل كالسيوم ري ابزوربشن. نيجي بعد كده بقى في الديستال ويل كولكتنج، برضه بنمتص الكالسيوم بس في الحاله دي اكتف ري ابزوربشن، خلاص تحت اثير الباراثورمون. لما قلنا يا اولاد ان الهرمونات بتشتغل في النهايه، ليه الالدوسترون والباراثورمون بيحبوا يشتغلوا في النهايه؟ عشان يعملوا فاينل ادجستمنت، ضبط نهائي بقى. يعني كل الناس هتاخد 90%، 65 و25 90%. طب عاوزين اكتر بقى قد ايه بقى؟ شوف الكمية فاريبل هنا قوي، ليه؟ لأنها تحت تأثير الهرمون. لو أنت محتاج كتير هتاخد 9%، محتاج أقل من الكالسيوم تاخد 4%، يبقى العملية عاوزة هرمون اللي هو الباراثورمون. فاينل أدجستمنت ويتش ستيميليتس الكالسيوم اي تي بيز. ده قلت لك الميكانيزم بتاع الباسيف والميكانيزم بتاع الأكتف. الأكتف بالاي تي بيز، الأكتف بالاي تي بيز كالسيوم اي تي بيز. أما الباسيف بعمل امتصاص للصوديوم والووتر فالكالسيوم يتركز فيمتص بالري ابزوربشن. هتقول لنا ودي مراجعه الاندوكراين لطيفه، ايه الحاجات اللي بتزود الكالسيوم ري ابزوربشن؟ مين التو كالسيوم ريزنج هرمونز اللي بيزودوا الكالسيوم في الدم وبالتالي يزودوا امتصاصه من الكليه؟ الباراثورمون وولده، فاكر ولده؟ راجع الاندوكراين. ال 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفر اللي هو قلت لولا الباراثورمون ما كان ميلاد ال 125 دايدروكسي كوليكالسيفر. دول يزودوا الكالسيوم. طب وايه تاني بيزود الكالسيوم ابزوربشن؟ الميتابوليك اسيدوزس، فاهمينها ليه؟ لان الكالسيوم يذوب في الوسط الاسيديك، واي حاجه عشان تبقى ري ابزوربت لازم تبقى دايبه، فهو بيدوب في الوسط الاسيديك. طب ايه اللي ناقص الكالسيوم ابزوربشن؟ فاكر الهرمون اللي كان بيعكس اللي هو الكالستونين، ونقص الفوسفيت في البلازما ينقص الكالسيوم ري ابزوربشن. وبالعكس الميتابوليك الكالوزيس لما يبقى الوسط الكالاين الكالسيوم ما يدوبش وبالتالي لا يمتص.
يبقى حتى هنا هي مراجعه لطيفه للثلاث هرمونات اللي خدناهم اللي كانوا بيرفعوا الكالسيوم في الدم وبالتالي يزودوا الكالسيوم الابزوربشن، الباراثورمون 125 ولد ال 125، واللي كان بينقصه الكالسترين، وحتى قلت لك من اسمه تونين يعني يضعف بمعنى ينقص، كالسيتونين اللي بيضعف الكالسيوم بينقص الكالسيوم في الدم عن طريق انه بينقص الكالسيوم ريابزوربشن. وهنا مين اللي بيزود ريابزوربشن؟ لو كان دايب كويس الاسيدوزس، ومين اللي نقصه؟ الالكالوز. طيب ده الكالسيوم في عجاله، ممكن يجي لك شويه اسئله ام اس كيو. نيجي ناخد مقدمه للايون او الماده الرابعه والاخيره في المواد، وهي الهيدروجين. بس الهيدروجين ده له دراسة مستفيضة هنقولها مع الأسلوز، مش دي الدراسة، دي مقدمة يا أولاد. قلنا إن الهيدروجين في جسم الميتابوليزم علمتها لكم لا ينتج غير أحماض، الميتابوليك ويست برودكتس كلها أسيديك، دي قاعدة. يعني لو ترددت في الإجابة في الشافعي ده غلطة كبيرة قوي، الميتابوليك اند برودكتس كلها اسيديك في جسمنا. يبقى في جسد لا ينتج الا اسيدز لابد من التخلص من الهيدروجين. يبقى الهيدروجين ده مفيش غير كلمه واحده تلزقها فيه، سكريشن، مفيش حاجه اسمها هيدروجين ري ابزوربشن. ده انت بالعكس تعمل هيدروجين سكريشن عشان تخلص من الاسيد، وتاخد عوضا عنه الالكال ريزيرف اللي هو البايكربونات. حتى قلنا فور ايتش هيدروجين اين سيكريتد لازم 1 بايكربونات اين از ريابزوربد. وفهمت لك جت ازاي؟ ما انت احنا اساسا البايكربونات اللي بنري ابزورب ده التوبيولز بورلي بيرميبل تو بايكربونات، ما بتفوتش بايكربونات، احنا بنصنعه داخليا جوه التيوبولار سيل. كنت وريتك المعادله، بيتأبسط تفاعل في الجسم، الكربون دايكسايد اللي هو اهم ويست برودكت في جسمنا يتحد مع الماي بمساعده الكربونيك انهيدريز يدي كربونيك اسيد اللي يبقى ديسوشيتد لبايكربونات وهيدروجين. حضرتك عاوز مين؟ تاخد البايكربونات لان ده الكايزيرف، وترمي مين؟ الهيدروجين اللي جسمك بينتج اسيدز. عشان كده لكل ايون هيدروجين سيكريتد في ايون بايكربونات ريابزوربد. خلاص ده جمل مهمه جدا وعلمتها لكم، علمتها لاجيال يا اولاد. لما اقول لك قيس ايه اللي بيرتبط في ذهنك؟ ليلى، عنتر، عبله، انطونيو، كليوباترا، هيدروجين يبقى سيكريشن. اوعى حد يدراج يو يشدك ناحية كلمة ري ابزوربشن. الهيدروجين ما قصدوش غير فيت واحد في الجسم وهو سكريشن. خلاص؟ طيب الهيدروجين اينز ار سكريتد ان اول بارتس اوف ذا نيفرونز، كلها اكسبت الثين ديسندنج واسندنج ليمز اوف لوبوفيرين. طالب يقول لي احنا انت عودتنا نفهم، ما نحفظ طبعا. انت عشان تسكريت الهيدروجين this is an active process. بص تحت العمليتين active هم، الفرق ان واحدة secondary active والتانية primary active، بس الاثنين active. يا بابا علمتك هما الثين limb of loop of hidden نوع الابيثيليوم فيها ايه؟ flat. هو ليه thin؟ عشان flat، حاجة زي السكويمس ابيثيليوم كده. وعلمتكم قاعدة من اهم القواعد، خدها في الهيستولوجي حتى من العبد الله معني بتاع فيسيولوجي، الفلات سيلز عمرها ما في اي حته في الجسم بتعمل اكتيف وورك. الالفيولاي بتاعتنا بتاعت الرئه لاين بفلات سيلز سكويمس سيل. عشان كده الديفيوجن اوف جاسز سمبل ديفيوجن، مفيش اي طاقه. طب انت بتقول الهيدروجين هنربطه بكلمه سكريشن، جسم لا ينتج غير احماض يبقى لازم يرمي الاحماض اللي هو الهيدروجين اللي يمثلها، وبيرميها قلت لنا اكتيفلي. يبقى كل حته في النفرون ترميها اكتيفلي ما عدا الحته اللي ما تقدرش تعمل اكتيف وورك. ليه؟ لان نوع الابيثيليوم بتاعتها فلات، اللي هما مين؟ الثين اسندنج وديسندنج ليم اوف لوب اوف هيرين. انا مش جاي اقرا معاك يا اولاد او نحفظ، جاي نفهم سيولوجي.
والكلام يربب بعضه البعض ويفهم بعضه البعض لو واحد فاهم اللي بيشرح لك. طيب عايزك بقى تبص هنا، الارقام مذهله. انت هترمي معظم الكميه في البروكسيم، ده قواعد قلناها ربنا. استنى قاعده هنشوفها في جي اي تي، كل الاعمال ربنا بيعملها في السمول انتست، ما يعملهاش في اللارج في الاول في اللي هي تعادلها هنا البروكسيم. وشفناها في الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم 65% كان بيحصل لهم ري ابزوربشن في البروكسيم. هنا قلنا الهيدروجين مفيش ابزوربشن، سكريشن. وحتى الكام بقى مش 65، ده الرقم قليل، 85%. طيب في الثيك اسندنج 10% وصلنا كام؟ 95. في الديستال والكولكتنج 5%، يبقى كام في المية؟ 100%. فاهم ليه؟ انت احنا هنبقي هيدروجين لو ابقيت 1% بس بحساب عامل الزمن، 1% كل يوم بعد 100 يوم يبقى زاد 100%. ما فيش لازم. يبقى تاني اتفقنا يا اولاد، الهيدروجين قايس ليلى، الهيدروجين قولوها انتوا سكريشن، تاني كلمه ربطناها بيه 100% في جسم لا ينتج غير اسيدز لابد من التخلص من كل الاسيدز، هيدروجين سكريشن 100%. اكتيفلي يبقى كل حته تعمل عامله دي ما عدا الحته اللي ما تعرفش تعمل اكتيف وورك. ليه؟ لان نوع الابيثيليوم فلات اللي هم فين؟ الثين اسندنج وديسندنج لوب اوف هيلز. واتعلمنا هم ما تعرفش، قول انا مش فاكر ارقام بس متاكد ان معظم الكميه في الاول، لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، 85% في الاول ثم 10% ثم 5%. نفس الكلام هنا بقى في البايكربونات، ما احنا قلنا لكل اين في اين، احنا انت بتطلع اين هيدروجين وتاخد قصاده اين بايكربونات، تطلع اين هيدروجين وتاخد قصاده اين بايكربونات، نفس النسبه مش عايزها تاني. وقلنا ان البايكربونات انتاج محلي جوه الخليه، كربون دايكسايد بلس ووتر يدي كربونيك اسيد، يدي بايكربونات تاخده وترمي هيدروجين، عشان كده اين فور اين. ليه؟ لان قلنا سؤال ام اس كيو، تيبيولز ار بورلي بيرميبل تو بايكربونات. طيب كيف يتم التخلص من الهيدروجين؟ في سكندري اكتيف وبرايمري اكتيف. ايه الفرق؟ سكندري اكتيف يعني حضرتك حد هيدفع لك الحساب على حساب حد اخر اللي هو الصوديوم، قلنا ده القاطره. برايمري اكتيف يعني انت هتدفع حساب روحك مش على حساب حد اخر. وشفناها دائما ابدا يا اولاد، ربنا سبحان الله ضد الاسراف والمسرفين. ف 95% من الهيدروجين بيبقى سكندري اكتيف على حساب الصوديوم، صوديوم ديبندنت. ما هو سكندري اكتيف ترانسبورت او سكندري اكتيف سكريشن، ممكن نشيل ترانسبورت دي ونكتبها سكريشن، هو نوع سكريشن، ترانسبورت هنا نوع سكريشن. بيبقى سكند اكتف على حساب مين؟ على حساب الصوديوم، عشان كده صوديوم ديبندنت. ده فين؟ في الاول في البروكسيمال واللوب اوف هيل اللي هو الثيك بارت، قلنا الثين ده ما فيهوش، والفيرست بارت اوف ديستا. في الاخر لزوم الضبط النهائي في الليد ديستا، احنا كنا وقفنا عند الفيرست بارت اوف ديستا، اخر حته في الديستا والكولكتنج تيبيولز بفعل الاي سيلز، قلناها الانتركاليتد سيلز 5% بس اللي هندفع حقها، الهيدروجين هيدفع حساب نفسه بس برضه سكريشن، برايمري اكتيف سكريشن. طب يبقى هنا بيدفع حساب نفسه، يبقى صوديوم ان ديبندنت. وقلنا دائما ابدا الصوديوم بامب بيبقى في الاول، في الاول في البروكسيمال معظم الكميه، وفي اول بوردر عند اليومينال بوردر، مستعجلين عليه، مفيش نو جوكا طول مع الهيدروجين. طب هنا بقى العملية الهيدروجين على حساب نفسه ليه؟ عشان نرمي قد ايه بقى؟ يبقى العملية عاوزة كنترول، يبقى هنا العملية دي ستيميليتد بالالدوستيرون، يبقى صوديوم اندبندنت بات ستيميليتد بالالدوستيرون. لما الصوديوم بيدفع حسابها في الأول بتبقى صوديوم ديبندنت بس نوت ستيميليتد باي الدوستيرون. مجموعة جداول رائعة كل معلومة فيها سؤال ام اس كيو. يبقى تاني يا ولاد، في جسد لا ينتج سوى اسيدز، يبقى مصير الهيدروجين سكريشن كام في المية؟ 100%. معظمهم فين؟ في البروكسيمال، 85%
و10% في الثيك اسيندينج يبقى 95%، ودول على حساب الصوديوم سكندري اكتف صوديوم ديبندنت، مش في الاخر لسه ما فيش فاينل ادجستمنت، يبقى مش عارضين هرمون هنا، يبقى نوت اندر دي كنترول اوف الدوسترون. في الاخر في الاخر خالص في الليد ديستال والكولكتنج 5% بيبقى برايمري اكتف على حساب نفسه، يبقى الصوديوم اندبندنت. وده بيبقى طب مين يكنترول قد ايه بالظبط؟ الالدوسترون، الالدوسترون. وقلنا اوعى تنسى ان الهيدروجين مستعجلين عليه اكليومينال بوردر، انما البوتاسيوم كان بيبقى قد البيزل، بوتاسيوم بيزل بي مع البي، البوتاسيوم بيبقى اكتف عند البيزل، بوتاسيوم عند البيزل، انما الهيدروجين مستعجلين عند اليومنا. دي الاربع مواد اللي هو الجزء الاول في محاضرة اليوم، وكانت دي اللوحة الثالثة. نيجي بقى لضرة هذه المحاضرة اللي هو البلازما كليرانس. بلازما كليرانس هنتكلم عليها في اربعة نقاط يا ولد. دي بريك ثرو في عملية الكلية، موضوع البلازما كليرانس ده. باي ديفينيشن يعني ايه بلازما كليرانس؟ الكلمة بتقول the volume of plasma، بلازما كليرانس اللي cleared completely from a substance، يبقى حجم البلازما اللي بيبقى cleared اللي بينضف من مادة معينة. طب المادة دي هتروح فين؟ الكلية فرصتها الوحيدة تشيل من البلازما ترمي في اليورين، يبقى excreted in urine، بس الحساب بقى permanent. يبقى ايه تعريف البلازما كليرانس؟ ثلاث كلمات، العنوان ادى كلمتين بلازما، يبقى the volume of plasma اللي ايه؟ اللي cleared completely from a substance clearance، راحت فين؟ in urine permanent، excreted in urine permanent. يبقى شوف الطالب الذكي يقدر يعرف الديفينيشن بطريقه سهله يا اولاد. بلازما كليرانس يبقى ذا فوليوم اوف بلازما كليرد فروم اي سابستانس اكسكريتد نيورين بيرمننت. دي اول نقطه في النقاط الاربعه. نيجي النقطه الثانيه، طيب الكالكوليشن قلنا المعادله دي قبل كده، احنا الاماونت اللي هنشيلها من الماده اللي هنشيلها من البلازما هي اللي هنرميها في اليورين. احنا بنشيل الماده من البلازما نرميها في اليورين، يبقى 100% الاماونت كلير من البلازما ايكوالز الاماونت اكسكريتد نيور. وعلمتكم يا اولاد اي اماونت تساوي ايه؟ حجم في تركيز. لما اديت المثال الطولي قلت لو في حقنه 5 سنتي، حقنه 5 سنتي، هدي مريض عقار يبقى حجم الحقنه 5 سنتي، كل سنتي فيه 2 ملي جرام، يبقى الاماونت بتاع العقار اللي هياخدها المريض تساوي ايه؟ حقنه 5 سنتي كل سنتي فيه 2 يبقى خد 10 ملي جرام. حسبتها ازاي؟ ضربت الفوليوم في الكونسنتريشن، عيب كل مره اقولها بقى، يبقى الاماونت تساوي فوليوم في كونسنتريشن. فالاماونت كليرد فروم بلازما بتساوي حجم البلازما اللي كلير اللي هو سي، ولاول مره سي هنا مش دينوتنج كونسنتريشن، دينوتنج ذا فوليوم كليرد، وعشان كده في كليرد خلوها سي، ولانها شويه كونفيوزنج للطالب طول عمره تعود ان السي دي تبقى كونسنتريشن. لاول مره في موضوع الكليرنس السي هو الفوليوم كليرد، كليرد فروم بلازما في تركيز الماده في البلازما اللي هو بي. طب ده يساوي ايه؟ نفس الكمية اللي شلتها بلازما رميتها في اليورين، يبقى تساوي حجم اليورين في الدقيقة. دي أهم نقطة، تقول ده فوليوم بيرمننت لأن الكلام كله بيرمننت، فالفي ده فوليوم بيرمننت في التركيز في اليورين اللي هو يو، يبقى سي في بي تساوي في في يو، يبقى حجم البلازما النضف اللي هو سي يساوي إيه بقى؟ في في يو على بي. دي أهم معادلة على الإطلاق في الكيدني، لو ترددت فيها في الشفوي هتاخد صفر. لما اقول لك الكليرنس يساوي ايه؟ في في يو على بي، حيث في الفوليوم اوف يورين بير مينيت، يو الكونسنتريشن ان يورين، بي الكونسنتريشن ان بلازما، يبقى يو ان يورين كونسنتريشن، بي بلازما كونسنتريشن، وفي اهم حاجه الاوائل
ما تقولش ذا فوليوم اوف يورين بير مينيت. يبقى دي تاني نقطه. طيب نيجي الامبورتنس. انا عايز احكي القصه صغيره يا اولاد. الموضوع ده مفروض فيه 6 معادلات وانا عارف ان الطلبه بتكره المعادلات، فعشان كده عملت رسمه كده طفوليه بالكيوبس بالمكعبات بشرحها وورد وايد، اي حيثما حللت بشرح الرسمه دي، ورائعه لانها بتفهمك موضوع من الموضوعات اللي هي تقيله بطريقه سهله جدا. فتعالى هيا بنا نلعب سويا. تعالى نلعب اهو، افهم بقى. هنلعب لعب مكعب، مش هنحسب خالص. انا عارف انكم ما بتحبوش الحساب. دلوقتي نفهم ايه الرسمه اللي قصادنا دي. حجم البلازما اللي بيدخل الكليه 700 ملليلتر بير مينيت، وده يسموه توتال رينال بلازما فلو. توتال رينال بلازما فلو ده حجم البلازما اللي بيدخل الكليه في الدقيقه. طيب 700 دول بيتوزعوا ازاي؟ الكدني دي عباره عن شيئين يا اولاد، عباره عن فانكشنينج تيشو اللي هي النفرونز، وحدات الكليه اللي بتعمل اكسكريشن وبتنظف اسمها نفرون. لكن ستيل الكليه فيها كبسول، لها كبسول وفي ما ترابيكولي حواجز ما بين النفرونز، دي برضه عاوزه بلاد سبلاي، بس الاجزاء دي الكبسول والترابيكولي نون فانكشنينج. فال700 دول بيتوزعوا النحو الاتي: حوالي 10% يروحوا للكبسول، يعني حوالي 70 سنتي، والباقي اللي هو حوالي، انا بس عشان اسهل الامر مش هقول 630 عشان هتفهم ليه انا كتبتها، حوالي 625 مللتر يروحوا للنفرون. طب دول نسميهم ايه بقى؟ دي الكميه اللي بتدخل الكليه وتروح للفانكشنينج يونتس اوف ذا كيدني، يبقى نسميها الافكتيف. الافكتيف يعني الفعال، رينال بلازما فلو. خلاص يبقى فرق لي كميه البلازما اللي بتدخل الكليه نيفرونز ونون فانكشن تيشو، ده توتال 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 اهي، شوف الابريفيشن توتال رينال بلازما فلو، ده 700 سنتي في الدقيقه. هتتوزع ازاي يا اولاد؟ لشيئين: ال10% تروح لحاجات ما بتشتغلش، الكبسول والترابيكولي الحواشي بتاعت الكليه، بس الجزء اللي بيشتغل في الكليه اللي هو النفرون، اللي قلنا كل كليه فيها اكتر مليون نفرون، دي بيروح لها 90% الفاضلين اللي هي 625 مللتر، ونسميها افكتيف افكتيف رينال بلازما فلو. طيب هتتوزع ازاي يا اولاد بقى؟ 20% من الكميه يحصل لها فلتريشن، ترشح 20% من 625 اللي هو قلنا الرقم اللي يسقط 125 اللي هو سميناه جلوميرولار فلتريشن ريت، واحد من اهم اختبارات الكليه ان لازم كليتك تعمل فلتريشن في الدقيقه من ال 625 دول يفلتر 125. طب والباقي اللي ما حصلوش فلتريشن يمشي جنب اليومن في البلاد اللي هو ال 500، بقيت 625 خدنا منهم 125 يبقى باقي 500 هنا. انا بقى يا اولاد مش عاوز ادخلكم في حسابات، ففرضت ان الماده اللي موجوده في ال 625 دي مثلتها بالمستطيل ده، هتوزع روحها بنفس النسبه، الخمس يروحوا مع ال 125 والاربع اخماس يروحوا مع ال 500، وحتى عشان ما تلخبطهمش خليت دي مخططه سترايتد مع ال 125 والبلانك كده اللي هي بلين حطيتها في ال 500 عشان ما تبقاش هتحسب خالص، هنتسلى هنلعب مكعبات دلوقتي. يبقى الكليه دخلها 625 سنتي بلازما في دقيقه، حلو؟ فيها الماده دي. ال 625 اتوزعوا، الخمس حصل له فلتريشن في اليومن والاربع اخماس في البلد، فالماده وزعت نفسها بنفس النسبه. الخمس اللي هو السكوير ده اللي هو ستريتد دخل مع ال 125 والاربع اخماس التانيين دخلوا في البلد. اليومن ده في الاخر هيؤدي للحالب اليوريتر ومنه المثانه البوليه اللي هي الرينال بلادر.
حضرتك بقى هتجيب كرسي وتقعد جنب اليورينري بلادر ونلعب لعبه المكعبات. شوف المكعب اللي نزل في البول وتشوف المكعب ده كان موجود في قد ايه فوق، يبقى تقول فوق هيرجع نضيف. ما هو ال 125 سم دول يا اولاد كلهم بيقعدوا امتصاصهم تاني، ما بنزلش 125 سم بول في الدقيقه، دول 124 خليهم 125 بيرجعوا تاني الدم، بس هيرجعوا نضاف بعد ما سابوا الماده. فحضرتك هنجيب كرسي ونقعد جنب المثانه البوليه ونلعب نشوف المكعب اللي نزل، وانا اقول لك نزل المكعب ده، انت تقول لي فوق نضيف كام. كل المواد اللي في جسمنا في 6 احتمالات لا سابع لهم، في 6 احتمالات لهمش سابع. لو نزل المربع الاسترايتد ده يبقى كام سنتي نضيف؟ هما كانوا موجودين في كام؟ 125. يبقى الكليرانس اللي نضيف في الدقيقه من هذه الماده اهو 125 مليلتر بير مينيت. الانتربريتيشن، طب ده معناه ايه بقى يا اولاد؟ معناه ان اللي بيدخل اليومن بينزل زي ما هو في البول، لا في حاجه بترجع منه تاني للدم، نايذر ريابزوربت، ولا حاجه من اللي في الدم، ولا حاجه من اللي في الدم بتتحط عليه نور سيكريتد. يبقى لما يطلع الكليرنس 125 فده معناها ان اللي في اليومن بس اللي نزل، لا رجع منه حاجه للبلاد ولا حاجه من البلاد اتضافت عليه، يبقى نقولها بتعبير شيق نايذر ريابزورب تو بلاد نور سيكريتد. واحسن مثال عندنا في العالم هو الانيولين. الانيولين هو كان الماده اللي بتتمتع بهذه الحاجه اهي. نرجع لورا شويه عشان يبان مساحه اكبر اهو يا اولاد. طيب نيجي ناخد الاحتمال الثاني. في الاحتمالات الست نزل نص الاسترايتد ده اهي، الاحتمال الثاني. طب المربع كان موجود في 125، لما ينزل نصه بس يبقى اللي نضيف مش ال 125 كلهم، less than 125. طب وده معناه ايه؟ ان اللي دخل اليوم مش كله نزل، نزل نصه. طب النص التاني تفتكر حصل له ايه؟ يبقى الماده دي partial reabsorbed. يبقى لما يطلع الكليرنس اقل 125 يبقى 100% الماده دي partial reabsorbed زي البوتاسيوم واليوريا. احتمال التالت، واحنا قاعدين تحت ما نزلش حاجه خالص، مفيش حاجه الماده نزلت، يبقى الكليرنس صفر، الماده دي ما بتنضفش منها البلازما، ما بتنزلش في البول تماما، يبقى الكليرنس صفر. يبقى معناها ان حتى اللي بيدخل اليومن ما بينزلش في البول، امال حصل له ايه؟ كومبليتلي ريابزورب، بيرجع تاني كله للدم، كومبليتلي ريابزورب. وده زي مين يا اولاد؟ زي المواد اللي ذات اهميه غذائيه زي الجلوكوز. نورمالي ما يصحش ننزل الجلوكوز في البول، ما يصحش البلازما تنضف من الجلوكوز، الكليرنس فور جلوكوز زيرو، ما فيش جلوكوز بينزل في البول نورمالي. ده الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع، ان نزل المستطيل اهو، نزل المربع الاسترايتد اسف، وحته من المستطيل الابيض. لو كان نزل مربع بس كان يبقى النضيف 125، لكن ده نزل المربع اللي هو موجود في 125 وحته من دي، يبقى 100% اللي نضيف مور ده 125، اكتر 125. طب فسرها لي انت بقى. يبقى 100% دي لما يطلع الكليرنس اكتر 125 يبقى الماده دي بارشل سيكريتد، يبقى بينزل كل اللي في اليومن، وعشان كده نضيف 125 اللي هو المربع اهو، وحته من دي يبقى بارشل سيكريتد. الاحتمال الخامس، قلت 6 احتمالات لا سابع لهم، ان نزل كل المربع وكل المستطيل. يبقى اللي في اليومن نزل ادي نضيف 125، وكل المستطيل نزل يبقى كامله 125 و500، يبقى اللي نضيف فوق كام؟ دول نزلوا يبقى نضيف 125، وده نزل يبقى نضيف 500، يبقى نضيف 600، تعالى حتى نكتبها اسف 625، عشان في طبعا عارف في بعض الجامعات بيكتبوها ارقام ثانيه، بس انا عاوز الارقام الاسهل 625. فين راح القلم؟
طيب اهو وجدناه. سوري فور ذس. في ثواني يا اولاد هنعملها. معلش انا شغال كل حاجه، مصور ومخرج وممثل وكل حاجه. 625 شهادة تكتب. ليتس نخليها نعملها بعد شوية بعد ما تنشف هنكتبها. دوري عشان بنحط ال طيب. يبقى هنا لو نزل المستطيل والمربع يبقى اللي نضيف كل الكمية المستطيل 125 و 500 يبقى نضيف مفروض اكتب هنا 625 هكتبها حالا بعد ما تنشف. ويبقى ده معناه ان المادة completely secreted. اللي بيدخل اليومين بينزل واللي بيدخل blood بينزل completely secreted through a single circulation. والمادة زي ايه بقى هنا؟ زي البارامان والبيوريك اسيد والدايدراست. عارفين ايه الدايدراست يا ولاد؟ ده الصبغة بتاعت الكلية. فالصبغة بتاعت الكلية نقينا مادة بتبقى completely secreted وبالتالي يبقى تركيزها عالي في المجاري البولية لأنها كلها بتنزل فتبان في الأشعة حلو. نيجي بقى الاحتمال السابع السادس وهو الأصعب قليلا. فكروا معايا بذكائكم. نزل المربع يبقى كده نضيف كام؟ 125. والمستطيل اللي في 500 يبقى كمله كام؟ 625 والزيادة شوية. يعني طلع الكليرانس اكتر من 625. الكليه نظفت ماده اكتر من الماده اللي دخلتها. اللي دخلها كان في كميه موجوده في 625. اللي نزلته اكتر من 625 يبقى جابته منين؟ طالب ذكي بص للرسمه وقال كل اللي في اليوم نزل ادي 125 واللي في البلاد نزل 500 فاكملنا 650. جه منين الزياده دي؟ شايف الرسمه دي؟ من السل. يبقى 100% الماده دي manufactured formed by the kidney and secreted. يبقى لما الكليه تنظف اكتر من اللي دخلها يبقى 100% هي عملت الماده دي ونزلتها زياده على اللي عندها. يبقى الماده دي formed and secreted. formed and secreted. ده بريك ثرو. هتشوف دلوقتي بقى لما اقول لك اهميه الموضوع ده هو اللي خلانا نعمل كل اختبارات الكليه اللي في الدنيا. هتشوفها دلوقتي حالا. بس قبل ما ادخل في الديتيلز تعالوا يا اولاد نقول تاني الاحتمالات السته. تاني اهو صلحناها عشان يبقى كل حاجه مظبوطه. تاني تعالى بقى نحكي القصه تاني كاني ما قلتش حاجه تاني. بس انت بقى هتساعدني. انا سامعكم ثقوا في تواصل. انا سامعكم كويس. الكليه بيخش لها ماليش دعوه بالبلد. الكليه لا تتعامل مع كل البلد، بتتعامل مع البلازما بس. مالناش دعوه بكرات الدم الحمراء. الكليه بيدخلها في الدقيقه كل رقم من ده يسقط لو ما حفظتوش. بيدخلها في الدقيقه كام سنتي بلازما؟ 700. دول اسمهم ايه؟ توتال رينال بلازما فلو. بيتقسموا ازاي يا ولاد؟ قلنا 10% يروحوا للنون فانكشنينج تيشو اللي هي ما بتقدرش تعمل اكسكريشن، ما بتنضفش. كبسول وترابيكليو. يبقى 625 دول اللي بيروحوا للنفرونز اللي هم الفانكشنينج تيشو في الكدني. فال 625 دول نسميهم ايه بقى؟ مش التوتال، دول الافكتيف، الافكتيف رينال بلازما فلو 625. طيب هيتوزعوا ازاي؟ تعال نفكر. احنا قلنا ان 625 دول خمسهم بيفلتر اللي هو 125 وال 500 الباقيين بيقعدوا في الدم اهو في البلاد. فانا عشان ما ادخلكمش في مهاترات حسابيه يا اولاد فرضت عشان ما نتحسبش نلعب مكعبات ان الماده فرضتها بالشكل ده. يبقى خمسها دخلوا مع ال 125 والاربع تخماس دخلوا مع ال 500 وعشان تميزهم خليت دي سترايتد مخططه ودي بيضاء. قبل ما ابتدي القصه في نقطه مهمه جدا. اللي هينزل في البول يا اولاد مش ال 125
السابستنس. الكليه بتنزل السابستنس، انما حتى ال 125 دخلوا في اليومن اللي حصل لهم فلتريشن في اليومن دول بيرجعوا تاني للبلد، لان احنا لا نفقد 125 سنتي بول في الدقيقه. يبقى نافوره، يبقى اللي بينزل دي نقطه جوهريه واساسيه في الفهم، اللي بينزل السابستنس بس، انما دول كلهم قاعدين فوق. حتى ال 125 دي بترجع تاني، بتحصلها ريابزوربشن، اللي بينزل المواد بس. فاحنا نجيب كرسي ونقعد جنب المثانه البوليه تحت ونلعب من المربع او المكعب اللي نزل، هنعرف فوق كام سنتي نضف، كام سنتي نضف فوق. وقلت ان المواد في الجسم كله لابد ان تقع تحت طائله 1/6. اول احتمال ان الستريتد السكوير ستريتد اللي كان موجود في 125 نزل معافي زي ما هو، يبقى فوق كام نطفه؟ 125. طب ده معناه ايه؟ ان اللي في اليومن بس بينزل، يبقى لا بيتاخد منه البلاد لا يقدر يابزوربد، ولا حاجه من اللي في البلاد بتجيله نور سكريتد. يبقى لما يطلع الكليرنس 125 يبقى الماده دي نايذر يابزورب نور سكريتد، وذا بيست اكزامبل از انيولين. عد معايا، ده الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني نزل نص المربع، يبقى ما نضيفش 125، يبقى الكليرنس اقل من 125. طب ومعناها ايه دي؟ لما يطلع الكليرنس تحت 125 مش كل اللي في 125 نزلوا، امال راحوا فين اللي ما نزلوش؟ ده طالب مش ذكي عادي 100% حصل لهم ابزوربشن، يبقى حصل الماده دي بارشالي ابزوربشن. طب لو ما فيش حاجه نزلت خالص، يعني الكليرنس الماده صفر، يبقى حتى اللي دخل في اليومين ما نزلش، عشان كده كليرنس صفر، يبقى ما نضفناش حاجه، يبقى الماده دي كومبليتلي ابزوربد زي الجلوكوز. الكليه ما بتنضفش الدم من الجلوكوز، من المواد الغذائيه. التمرين الرابع نزل المستطيل المربع، اسف الاستريتد، ومعاه حته من المستطيل، يبقى اللي نضيف لو كان نزل المربع بس يبقى نضيف 125، لكن ده كمان حته من المستطيل، يبقى اللي نضيف اكتر من 125. يبقى ده معناها ان الماده دي بنجيب من البلاد شويه ونرميهم في اليومن وننزلهم، يبقى بارشلي سيكريتد. الاحتمال الخامس نزل المربع الاسترايتد ومعاه كل المستطيل، يبقى اللي في اليوم نزل واللي كل اللي في الدم جبناه عملنا له سكريشن ونزلناه، يبقى الكليرنس في هذه الحاله كلهم نطفوا 625. يبقى الماده دي كومبليتلي سكريتد ثرو سنجل سيركيليشن، كومبليتلي سكريتد ثرو سنجل سيركيليشن اللي هي 625. وقلنا المثال زي البارا امينو هيبيوريك اسيد او دايدراست. المثال اللي قبله في البارشال سكريتيك كان الكرياتينين. اصعب مثال بقى السادس والاخير، اللي نضف نزل الستريتد سكوير اللي هو 125 والمستطيل يبقى كملنا 625 ونزل كميه زياده كمان. الله ايه الكلام ده؟ ده كل اللي في يوم نزل وكل في الوقت نزل، جابته منين؟ لازم من السل، يبقى الماده دي مانيوفاكتشر في السيل وسكريتد. واحسن مثال عندنا يا اولاد الامونيا. طيب تعالى بقى نشوف ايه اهميه البلازما كليرنس، دي اهم نقطه اللي هي النقطه الثالثه، الامبورتنس اوف بلازما كليرنس. قلت ات از بريك ثرو، انه احنا قاعدين كروسنج ليجز بمعادله تافهه سي تساوي في في يو على بي، حيث V حجم البول في الدقيقة ويو تركيز المادة دي في البول وبي تركيز المادة دي في البلازما. نحسب المعادلة لأي مادة واحنا قاعدين حاطين رجل على رجل، هيطلع لنا رقم. من الرقم دي نقدر نقول المادة دي بتبقى neither reabsorbed nor secreted ولا partially reabsorbed ولا completely reabsorbed and so on. تخيل، يبقى كل المواد اللي في الجسم واحنا قاعدين بمنتهى الاريحيه بمعلومه تافهه، حجم البول في الدقيقه وتركيز الماده دي في اليورين وتركيزها في البلازما، نحسب المعادله هيطلع رقم. من الرقم دي نقدر نقول حصل ايه للماده دي في الكليه. اتس بريك ثرو،
يبقى اول واهم ميزه ذا ستادي اوف تيوبولار هاندلنج اوف ديفرنت سوليوتس، قدرنا نعرف اي سوليوت اي ملح بيحصل له في الكلى من الرقم بتاعه، من الرقم بتاعه تعرف. يلا انتقلوها لي بقى يا اولاد. لو طلع الرقم 125 ده معناه ايه؟ اللي نضيف 125 يعني في 125 بس اللي نزله، يبقى ده يقدر يابزورب النور سكريتي والمثال انيولين. لو طلع الرقم مثلا 70 اقل من 125 يبقى مش كل اللي في 125 نضف، يبقى 100% الماده دي بارشالي ري ابزورب. لو طلع الكليرنس صفر مفيش حاجه بتنضف خالص، يبقى حتى اللي دخل اليوم ما نزلش كله رجع، يبقى كومبليتلي ري ابزورب. والمثال جلوكوز. لو طلع الرقم اكتر من 125 يبقى مش بس اللي في اليوم نزل، وجبنا له شويه كمان من البلاط عشان يبقى اكتر من 125 نطفه، يبقى بارشال سيكريتد. لو طلع الرقم 625 يبقى كل اللي في اليوم نزل وكل اللي في البلاط نزل، يبقى كومبليتلي سيكريتد ثرو سنجل سيركيليشن. اصعب مثال هو السادس. لو طلع الرقم اكتر من 625 يبقى فورم ان سيكريتد زي الامونيا، وتبقى حافظ الامثله نايذر يابزورب نور سكيتي زي الانيولين، بارشال يابزورب زي البوتاسيوم واليوريا، كومبليتلي يابزورب زي الجلوكوز، بارشال سكريتي زي الكرياتينين، كومبليتلي سكريتي زي البارا امينو هيبيوريك والدايدراست والتاني امونيا. طيب اسمع بقى اللي بعدها اروع، عاوزكم تتفكروا فيه يا اولاد. لو انا هنعكس الايه المواقف، اديتك ماده قلت لك عنها مسبقا، احنا عارفين الماده دي نايذر ري ابزوربد نور سكريتد، الماده دي لا بيحصل لها ري ابزوربشن ولا سكريشن، اللي بيدخل اليومن ما بيتاخدش منه ولا يتحط عليه، اللي في اليومن بس اللي بينزل. تتوقع الكليرنس بتاعها هيطلع كام؟ عرفت الاجابه؟ اللي بيدخل اليومن بس بينزل، اللي هو المربع المخطط، لا بيتاخد منه ولا يتحط عليه، يبقى تتوقع الكليرنس يطلع كام؟ انا سمعت كل الطلبه يقولوا لي 125. ايه 125 دي يا اولاد؟ دي الجلوميرولار فلتريشن ريت. الجلوميرولار فلتريشن ريت، يبقى اي ماده نايذر ابزورب نور سكريتد لو حسبنا لها الكليرنس هو ده الجلوميرولار فلتريشن ريت، اللي هو اهم حاجه في اختبارات الكليه، نعرف الكليه بتعمل قد ايه فلتريشن. الجلوميرولار فلتريشن ريت ده تاني استخدام للبلازما كليرنس في الدنيا، ان الكليرنس بتاع الانيولين كان دي الطريقه اللي عرفنا بيها الجلوميرولار فلتريشن ريت. طب خد تالت واحده جميله قوي يا اولاد. طب لو انا اديتكم ماده، انا قلت لكم الماده دي كومبليتلي سيكريتد، يعني اللي في اليومن بينزل انا عارف عنها مسبقا ان اللي في اليومن بينزل وكل اللي في البلاد بيبقى كومبليتلي سيكريتد وينزل، تتوقع الكليرنس بتاعها هيبقى كام؟ طالب قال لي يبقى 625، ادام نزل كله يبقى 625. ايه يا اولاد 625 دي؟ دي رقم مرعب في الكليه، ده الافكتيف رينال بلازما فلو. ده ازاي بنقدر في اختبارات الكليه نقيس الافكتيف رينال بلازما فلو، نعرف كام سنتي بلازما دخلوا الكليه عندك، اللي هو الافكتيف رينال بلازما فلو، اللي هو زي البارا امينو هيبيوريك اسيد او دايدراست. هنا لا في سؤال داخل سؤال، عاوز بقى صعبها لك. فيقول لك طيب يبقى انت اما حسبت البارا امينو هيبيوريك اسيد كليرنس او الدايدراست كليرنس ده اداك الافكتيف رينال بلازما فلو، طب ازاي اعرف؟ شوف الفرق، التوتال رينال بلاد فلو، في فرقين هنا يا اولاد. الاولانيه كانت افكتيف، انا عاوز اعرف التوتال. الاولانيه كانت بلازما، عاوز اعرف البلاد فلو. يبقى لو جالك هذا السؤال وهو لوحده سؤال نظري، هاو تو ديتيرمين ذا توتال رينال بلاد فلو، يبقى اول ستيب نعين الافكتيف رينال بلازما فلو. ازاي؟ نحسب البارا امينو هيبيوريك اسيد او الدايدراست كليرنس. دي ماده كومبليتلي سيكريتد ثرو سنجل سيركيليشن، كل اللي بيدخل الكليه بينزل، اللي في اليومن بينزل واللي في البلاد بينزل، يبقى ينضف 625 اللي هو اسمه ايه؟ افكتيف رينال بلازما فلو. طب ازاي نعرف التوتال رينال بلازما فلو الخطوه الثانيه؟ يبقى لازم نعرف
كام في المية بيروحوا للكبسولو الترابيكولي؟ احنا قلنا اللي بيروح للكبسولو الترابيكولي 10%، يبقى اللي بيروحوا للنفرون 90%. يبقى لما نقول الكلية بتعمل complete secretion، complete secretion through a single circulation، هي في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر بتنظف 90% بس. عارف ليه؟ اهو بص للرسم، لان actually في 10% ما قولهاش، ما راحوش للنفرون عشان نظفوه. يعني ما نقول هي نظفت كل اللي وصل النفرون، هي حقيقة الأمر نظفت 90% بس، لأن في 10% ما بيروحوش النفر، بيروحوا للكبسول الترابيكل. فلو قلت لي الإكسكريشن ريشيو اللي هو 90%، أقول لك 100% الإفكتيف رينال بلازما فلويد بتمثل 90% اللي هو يسموه الإكسكريشن ريشيو. الإكسكريشن ريشيو للكلية 90%، يعني الكلية لما تنظف كل اللي وصل للنفرون هي في حقيقة الأمر بتنظف 90%. تقدر تعرف 100%؟ سهلة جدا، نضرب 625 في 100 على 90 تطلع 700. طيب الخطوة الثالثة، طب أنا بقى مش عاوز أعرف البلازما، عاوز أعرف البلات فلو. سهل قوي، يبقى لازم تبقى عارف الهيماتوكريت فاليو. فاكرين يا أولاد كنا أخذنا في البلات إيه هو الهيماتوكريت فاليو؟ قيمة الدم في الار بي سيز. لما اقول الهيماتوكريت فاليو 45% معناها ان الار بي سيز تشكل 45% من الدم. طب يبقى البلازما المايه تشكل كام؟ احسب معايا، 45% من البلد ار بي سيز، يبقى الباقي بلازما اللي هو كام؟ 55%. يبقى ال 700 دي تمثل 55% اللي هو البلازما. انا عاوز اجيب ال 100%، يبقى اضرب في 100 على 55. هم يا اولاد مش عاوزين تقولوا لهم الحسابات اللي انا قلتها دي، عاوزين تقولوا كلمه واحده بس اللي مكتوب قصادك وتحفظها صم. ازاي نعين التوتال رينال بلازما فلو؟ 3 ستيبس. ستيب 1 نعين الافكتيف رينال بلازما فلو. ازاي؟ نجيب ماده كومبليتلي سيكريتد ثرو سنجل سيركيليشن، يعني الكلية بتنضفها تماما في وان سيركوليشن. يبقى كل الكمية اللي دخلت كلية في وان سيركوليشن نضفت اللي هي 625. دي مين المادة دي بقى؟ بارا امينو هيكوريك اسيد او دايدراست كليرانس. يبقى نعين الافكتيف رينال بلازما فلو بالبارا امينو هيكوريك اسيد او الدايدراست كليرانس، اللي هي مواد بتتميز بانها كومبليتلي سيكريتد ثرو سنجل سيركوليشن. طب ده طلع لي الافكتيف. تاني ستيب عاوز اعرف التوتال، يبقى لازم اعرف اللي بيوصل النفرون دول يمثل كام في المية من اللي يدخل الكلية؟ 90%. ده يسموه ايه 90%؟ اكسكريشن ريشيو. لو اديتني الاكسكريشن ريشيو انا عرفت ان ده يمثل 90، يبقى اقدر اجيب لك اللي يمثل 100%. اضرب في 100 على 90، انت مش هتضرب، انت تقول له بالاكسكريشن ريشيو. طب عشان اعرف التوتال رينال مش بلازما بقى، بلاد فلو، لازم اعرف البلازما بتمثل كام في المية عشان يبقى البلاد 100%. لازم ابقى عارف الهيماتوكريت فاليو. الهيماتوكريت فاليو لما تبقى 45% معناها الار بي سيز بتشكل 45% من الدم، وعليه البلازما بقى اللي مش ار بي سيز تشكل 55%. يبقى البلازما 55، يبقى البلاد قد ايه؟ اضرب في 100 على 55، مش هتضرب تقول له من الهيماتوكريت فاليو. يبقى 3 ستيبس يا اولاد، الافكتيف رينال بلازما فلو تقول له من الكليرانس بتاع البارا امينو هيكوريك او دايدراست. طب عشان احولها لتوتال لازم ابقى عارف الاكسكريشن ريشيو، عشان احول البلازما للبلاد لازم ابقى عارف الهيماتوكريت فاليو. رابع اهميه، الكالكوليشن اوف فلتريشن فراكشن. احنا قلنا الجلوميرال فلتريشن ريت كام؟ اللي عيناها بالانيولين 125، والافكتيف رينال بلازما فلو كام؟ 625، اللي عيناها بالبارا امينو هيبيريك اسيد او دايدراست.
كام في المية من 625 بيحصل لهم فلتريشن؟ 125. يبقى نقسم الجي اف ار وقلناها قبل كده الجلوميرولر فلتريشن ريت اللي هو 125 على الافكتيف رينال بلازما فلو اللي هي 600 تطلع 0.2. خامس اهميه فري ووتر كليرانس، يعني عاوزين نشوف مقدره الكليه على تركيز البول او تخفيف البول. فالراجل عمل معادله لطيفه جدا اللي هي بتاعه الفري ووتر كليرانس. بص اهي سي اللي هو كليرانس اوف ووتر تساوي في حجم البول ناقص حجم البول تاني في اليورين اوزمولاريتي على البلازما اوزمولاريتي، يعني تركيز البول على تركيز البلازما. طب تعال نفكر، لو الكلية ما عندهاش اي مقدرة انها لا تركز ولا تخفف البول، فالبلازما زي ما بتدخل زي ما بينتنزل في البول كأنه كيس كده، كأن الكلية كيس دخلتها البلازما بنفس التركيز نزل في البول بنفس التركيز. يبقى لو الكلية بايظة تماما ما بتعملش لا تخفيف ولا تركيز، يبقى في الحالة دي اليورين اوزمولاريتي هو زي البلازما اوزمولاريتي. طب يبقى لما اقسم يورين اوزمولاريتي قد البلازما اوزمولاريتي تبقى واحد، زي هما اتنين واحد، يبقى في ناقص في تطلع صفر، يطلع الكليرانس اوف ووتر صفر. يعني الراجل رتب المعادله بطريقه ذكيه. لو الكليه لا تخفف ولا تركز البول يبقى في الحاله دي بيخرج اليورين اوزمولاريتي زي البلازما اوزمولاريتي، الكليه كانها كيس دخل فيها البلازما نزلت بول، تركيز اليورين زي تركيز البلازما، يبقى الريشيو ما بينهم واحد. فعشان كده هو قال في ناقص في في اليورين اوزمولاريتي على البلازما اوزمولاريتي. لو طلع القيمه دي صفر يبقى الكليه صفر، انما لو البول اكثر تركيزا يبقى اليورين اوزمولاريتي اعلى من البلازما اوزمولاريتي، يبقى في ناقص في في حاجه اكبر من واحد، بقى البسط هنا اللي فوق اكتر من اللي تحت، يبقى في ناقص حاجة أكتر من واحد، لأن في في أكتر من واحد، يبقى هتطلع القيمة نيجاتيف. لو طلعت القيمة نيجاتيف يبقى معناها الكلية دي بتركز، يبقى معناها طلع عندها الأنتي ديوريتيك هرمون اللي بيعمل تركيز، يبقى الفري ووتر كليرانس إز نيجاتيف. بالعكس لو 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 الكلية خففت البول يبقى اليورين أوزمولاريتي أقل من البلازما أوزمولاريتي، البول أكثر تخفيفا من البلازما، يبقى المقام أكبر. يبقى V ناقص V في مثلا أقل من واحد نص V، يبقى تطلع القيمة بوستيف، لأن V ناقص حاجة أقل من V تبقى بوستيف. يبقى هنا معناها أن البول بينزل مخفف والـ ADH في الحالة دي يبقى ما بيطلعش is low. فدي معادلة اسمها Free Water Clearance يا أولاد. سادس وآخر أهمية للبلازما كليرانس، ان البلازما كليرانس از وان اوف ذا رينال فانكشن تيست، احد اهم اختبارات الكليه. شفناها مره عينا بيها الجلوميرولر فلتريشن ريت لو استخدمنا الانيرين كليرانس، عينا بيها الافكتيف رينال بلازما فلو لو استخدمنا البارا امينو هيبيوريك اسيد كليرانس. انا بس احطها بالالوان، الظاهر كنت شلتها عشان احط الوان يا اولاد ونسيت اكتب حالا حالا افكتيف رينال بلازما فلو وترين البلازما فلو. فاحنا عينا بيها الجلوميرولر فلتريشن ريت، عينا بيها الافكتيف رينال بلازما فلو، من الاكسكريشن ريشيو عرفنا التوتال، ومن الهيماتوكريت فاليو عرفنا البلاد التوتال رينال بلاد فلو. فدي اختبارات الكليه، زائد ان احنا ساعات بنعمل بلازما كليرانس اوف يوريا، هناخدها لما نيجي اختبارات الكليه بإذن الله المحاضرة القادمة. فإذا هي أحد اختبارات الكلية، الرينال بلازما فلو is one of the kidney function tests. طيب نيجي النقطة الرابعة الأخيرة اللي هي disadvantage. إيه عيب البلازما كليرانس؟ أنا عاوز كنتوا تكتشفوا العيب. لو قلت لكم يا أولاد إن البلازما كليرانس of potassium 70 اقل من 125، ايه رايك؟ يبقى هتقول لي البوتاسيوم ده بيحصل له ايه؟ ادام اقل من 125 يعني مش كل اللي نزل اليوم اللي دخل اليوم نزل، يبقى البوتاسيوم ده بارشلي ري ابزوربد، صح؟ اهو ده عيب البلازما كليرانس، انها بتديك النتيجه النهائيه
وما بتدكش التفصيلات. فاكر انا كنت لسه في بدايه المحاضره شرحت اخطر ايون وهو البوتاسيوم، فقلت لكم ان البوتاسيوم في الاول الكليه بتعمل له كومبليت ريابزوربشن تقريبا كومبليت 95%، وبعدين في الديستال تبني شويه، يبقى النتيجه النهائيه انها عملت بارشال ريابزوربشن. تاني البوتاسيوم كان زي قلت نظام انها بتلم كل البوتاسيوم، معظم البوتاسيوم تقريبا كومبليت ريابزوربت 95% ريابزوربت، وبعدين ترمي شويه منه عشان خاطر قلنا البوتاسيوم زاد نموت، يبقى عملت سكريشن، يبقى النتيجه النهائيه انها عملت بارشال ريابزوربشن. اهو ده عيب البلازما كليرانس، ان انا لما بقول لك البلازما كليرانس بتاع البوتاسيوم تحت 125 يبقى بتقول لي كل مش كل اللي في اليوم نازل، يبقى البوتاسيوم ده بارشال ريابزورب، ده النتيجه النهائيه، ده النت افكت، ده عيب البلازما كليرانس. انما التفصيلات مش كده، التفصيلات ان الكليه خدت كل البوتاسيوم وبعدين رمت شويه فالنتيجه انها خدت شويه، فعيب البلازما كليرانس الجيف ذا نت افكت اند نوت ذا ديتيلز. وتدي ما عندكش غير مثال واحد هو البوتاسيوم، تقول ان البوتاسيوم الكليرانس بتاعه بيطلع اقل من 125، اذا النتيجه المنطقيه ان البوتاسيوم بارشلي ريابزوربد، في حين الحقيقه انه كان بيبقى كومبليتلي ريابزوربد وبعدين نرمي شويه يبقى كانه بارشلي ريابزوربد. طالب مره سالني ده مش عليكم مال، هم بيعرفوها ازاي يا اولاد؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بياخدوا عينه من البروكسيمال كونفيتيبيول والجزء اللي بعدها ونقارن، لو تركيز الماده في الجزء ده زي الماده دي فكر معايا، يبقى الماده دي اللي حصل لها ريابزوربشن سكريشن نفس التركيز، لكن لو لقيت الماده قلت في المنطقه اللي بعديها يبقى حصل لها ريابزوربشن، تركيزها زاد في الحته الثانيه اللي بعدها يبقى حصل لها سكريشن. بس دي طريقه معقده جدا، يبقى بياخدوا سامبل من كل سيجمنتس ويقارنوا تركيز المواد ما بين السيجمنت والسيجمنت اللي بعدها، لو تركيز المادة في السيجمنت اللي بعدها هو هو يبقى ما حصلش حاجة، لا تاخد منها وتحط عليها، لو قل يبقى حصل لها ري ابزوربشن، لو زاد يبقى حصل لها سكريشن. بيسموا ده، بقوله للزملاء الصغيرين مش ليكوا ده، ما عليكوش يا اولاد، الطريقة دي معقدة اسمها المايكرو بيبيت تكنيك اند اناليس، يعني المايكرو بيبيت ياخدوا عينات ويقعدوا يقارنوها ببعض، ده الإجابة ازاي بتحصل. في عجالة تانية يا اولاد، وبعدين ندخل على الموضوع السهل، نقول البلازما كليرانس مع عشقت مثل عشق النظام هنشرحها في الحلقات. بلازما كليرانس، ما هو تعريف البلازما كليرانس؟ ثلاث كلمات: the volume of plasma، حجم البلازما، cleared completely from a substance، اللي بتنضف من مادة، المادة دي راحت فين؟ excreted in urine permanent، دي اول نقطه في النقاط الاربعه. حجم البلازما، بلازما هو العنوان بيديك كلمتين، بلازما كليرانس، بلازما يبقى فوليوم بلازما، كليرانس كليرد فروم ا سابستنس، طب راحت فين؟ هي الكليه بتشيل من البلازما ترمي فين؟ في البول، يبقى excreted in urine، اهم كلمه permanent. طب تاني نقطه في النقاط الاربعه، calculation 100% الكميه اللي شالتها الكليه من البلازما حطيتها في البول، يبقى 100% الاماونت كليرد من البلازما ايكوالز الاماونت اكسكريتد ان يورين. وانا علمتكم اي اماونت تساوي ايه؟ حجم في تركيز، يبقى سي في بي تساوي في في يو، يبقى سي اللي هو الفوليوم كليرد فروم بلازما يساوي في في يو على بي. ايه اهم حاجه قلت لكم؟ يو كونسنتريشن يورين، بي كونسنتريشن بلازما، في دي تقولها صح الفوليوم يورين بيرمننت. النقطه الثالثه والاهم، ايه اهميه البلازما كليرانس؟ ست اهميات، بريك ثرو في الطب، واحنا قاعدين كروسنج ليجز نعمل المعادله دي لاي ماده في الجسم، ومن النتيجه نقول لك الماده دي بيحصل لها ايه في جسمك. في كام نتيجة يا ولاد فاكرينهم؟ اوعوا تنسوهم، ست نتائج لا سابع لها. اقولهم في عجالة، لو المادة الكليرانس بتاعها طلع 125 يعني بيدخل اليومين بس هو اللي بينزل، يبقى نايدر يابزورب النور سكيتد والاكزامبل انيولين. لو
اقل من 125 يبقى مش كل اللي في اليوم النازل يبقى بارشالي ابزوربد. والاكزامبل بوتاسيوم ويوريا. لو كليرانس صفر يبقى حتى اللي في اليوم ما نزلش رجع تاني يبقى كومبليتلي ريابزوربد. واحسن اكزامبل جلوكوز. لو كليرانس اكتر 125 يبقى اللي في اليوم نزل وشويه من اللي في البلاد كمان يبقى بارشالي سيكريتد. واحسن اكزامبل الكرياتينين. لو كليرانس 625 يبقى معناها كل اللي في اليوم نزل وكل اللي في البلاد نزل يبقى كومبليتلي سيكريتد through a single circulation. واحسن example paraamine hippuric acid or dihydrate. ثم اصعب الاكزامبلز الاكزامبل السادس لو لقيت الكليرانس طلع اكتر من 125 الله ازاي 625 يبقى ال 125 نزلوا اللي في ال 500 نزلوا اللي في ال 125 نزلوا في ال 500 نزلوا وستيل في زياده يبقى لازم الماده دي formed by the kidney and secreted. واحسن مثال الامونيا. طيب تاني أهمية لو أنا اديتك مادة أنا عارف عنها أنها نايذر يأبزورب نور سكيتد هيطلع كليران الساعة كام؟ اللي بيدخل اليوم اللي بيتاخد منه ولا تحط عليه بينزل زي ما هو هيطلع 125 اللي هو إيه ده؟ رقم خطير في الكلية ده الجي اف ار جلوميرولار فلتريشن ريت. دي الطريقة اللي بنعين بيها الجلوميرولار فلتريشن ريت الإنيون كليرانس. طب تالت أهمية لو أنا اديتك مادة أنا قلت لك مسبقا إنها completely secreted اللي في اليومين بينزل واللي في البلاد بينزل كله بينزل هيطلع كليرانس كام 625. إيه 625 دي؟ دي effective renal plasma flow. طب لو عاوز تعرف التوتال لازم يبقى عندك الاكسكريشن ريشيو. عاوز تعرف البلاد لازم يبقى عندك الهيماتوكريت فاليو. أهمية الرابعة طب انت عندك الجلوميرولار فلتريشن ريت وعندك الافكتيف رينال بلازما فلو ممكن تعرف كام من البلازما حصل له فلتريشن. البلازما 625 بيحصل فلتريشن ل 125 فلتريشن فراكشن الخمس 20% او 0.2. خامس أهمية اللي هو الفري ووتر كليرانس. الراجل عمل معادله جميله قوي 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 وذكيه جدا. طرح الفوليوم ناقص الفوليوم مضروب في اليورين اوزمولالتي على البلازما اوزمولالتي. لو الكلى ما عملتش حاجه يبقى اليورين زي البلازما يبقى النسبه دي واحد يبقى في في واحد تبقى في في ناقص في تبقى صفر يبقى الكلى ما عملتش حاجه. لكن لو اليورين اكثر تركيزا هيبقى دي اكبر من دي لان في في اكتر من واحد اكتر من في يبقى هتطلع نيجاتيف ريزلتس لان في ناقص في في اكتر من واحد تبقى معناها ان الكليه بتركز يبقى في اي دي اتش. والعكس لو طلعت اقل من واحد. سادس اهميه ان البلازما كليرانس از وان اوف ذا كيدني فانكشن تيست عيننا بيها الجي اف ار بالرينال فلتريشن ريت عيننا بيها الافكتيف رينال بلازما فلو عيننا بيها الفلتريشن فراكشن وهنعين بيها المحاضره القادمه اليوريا كليرانس. طب للاوائل بقى النقطه الرابعه الديسادفانتجز. لو انا قلت لك مفيش عندك غير البوتاسيوم ان الكليرانس بتاع البوتاسيوم اقل من 125 70 يبقى اللي نضف مش كل اللي في اليوم نضف لان لو كل اللي في اليوم نضف كان بقى 125 يبقى جزء من البوتاسيوم اللي في اليوم رجع يبقى هتقول لي البوتاسيوم بارشالي ري ابزوربد. اهو عيبها ان هو ده النت افكت انه بارشال ابزوربد لكن الديتيلز مش كده ان البوتاسيوم كان كومبليتلي ريابزوربد وبعدين ذن سيكريتد. ده اهم موضوع يا اولاد ديفينيشن كالكوليشن الستة امبورتنسز والديس ادفانتج تحفظوا الصم واحد من اهم المواضيع في الكلية. نيجي الجزء السهل بقى هو التبول يا اولاد. موضوع التبول ميكتوريشن فيلينج اوف ذا بلادر اند ميكتوريشن ريفلكس. ده عاوز اقوله في عجاله شويه. الاول عاوزين نتكلم على الاناتومي بتاع المثانه البوليه. دي المثانه البوليه اهي حواليها عضله اسمها ديتيرسر ماسلز.
دي فانكشنينج سينثيتيوم. يعني ايه سينثيتيوم؟ قلناها اولاد في الجي اي تي، يعني كل فايبر بتتصل بالفايبر اللي جنبها بجاب جانكشن. فلو في فايبر من مثلا البوليه اشتغل كلهم يشتغلوا وتفضي البذر، سينثيتيوم مدمج خلوي. تمام. لما بتكونتراكت البريشر جواها بيزيد ل 40 ل 60 ملم مركري. طيب نيجي النك بتاع اليورينا بلادر دي، لخطورة الأمر عشان الواحد ما يعملش على روحه، فربنا عمل محبسين يا ولاد، في internal urethral sphincter، sphincter يعني عضلة قابضة أو قامتة، وفي external urethral sphincter. الانترنال يوريثرال سفينتر دي امتداد للتيرسور ماسلز، وفي اكسترنال يوريثرال سفينتر، وعلمتها لكم في الاوتونوميك بطريقه جميله، ان ربنا عشان الواحد ما يفوتش على نفسه عمل كم محبس؟ اتنين، انترنال واكسترنال. ده اول ضمان. لا، في ضمان تاني اهم، ان واحده فيهم انفولنتري يعني تقفل من غير ما تفكر، واحنا قاعدين كده بنتكلم هي قافله لانها انفولنتري غير اراديه، واحده فولنتري اراديه لو اتملت البلادر قوي ما يكفيش واحده فتمسك نفسك، حتى الواحد بيقول انا ماسك نفسي انا ماسك نفسي، يبقى ماسك الفولنتري اللي هي اكسترنال. بخاف تنسوها. طب مين انفولنتري ومين فولنتري؟ كل حاجه يا اولاد، كل حاجه عندي طريقه لتذكرها، فحفظتها لكم. والانسان بيحفظ بالسمع اقوى من الرؤيه. الانترنال هي اللي انفولنتري، ان يبقى خلصت، يبقى الاكسترنال هي الفولنتري. سهل يا اولاد. تاني، يبقى ربنا عمل كم محبس؟ اتنين، انترنال واكسترنال. ده اول ضمان، محبسين، واحده شغاله تبع الاوتونوميك انفولنتري، واحده تشغلها بارادتك فولنتري. بتغلطوا في الام اس كيو، مين فيهم اللي انفولنتري؟ اهي الان انترنال هي اللي انفولنت، يبقى الاكسترنال هي الفولنت. طيب نيجي بقى لليوريتر. اليوريتر يا اولاد وهو داخل جوه المثانه البوليه بيبقى داخل اوبليكلي كده، بحيث ان المثانه يبقى قافله دخله اليوريتر، عشان لما المثانه تنقبض وتيجي تفضي تروح قافله الحالبين، فالبول ما يحصلوش ارتجاع على اليوريتر. يعني ربنا قاصد ان اليوريتر اهو الحالب passes obliquely لفيو سنتيمترز في البلادر وول، فلما البلادر تنقبض عشان تفضي البول تقفل الحالبين، ما هم الحالبين داخلين جوه العضله بتاعت المثانه، لما تنقبض العضله تقفل الحالبين، فالبول لا يرتجع للكليه. فبعض الناس عندهم الميكانيزم ده ما بيشتغلش، فيحصل ارتجاع للبول على الكليه، فيحصل لهم ascending infection urinary tract infection، يسموها في امريكا UTI urinary tract infection. عايزين نتكلم بقى على الاعصاب يا اولاد. في efferent motor يعني اعصاب بتشغل، وفي efferent sensory بتحس، يعني لها efferent motor و efferent sensory. نبتدي بالefferent motor، ناخد الباراسيمباثاتيك اللي هي بتخلينا نفضي البلادر، كل الكلام ده قلناه العام الماضي، فعاوز اقوله في عيوبال يا اولاد. الاوريجين بتبتدي من 2 3 4 ساكرال، الميدل 3 ساكرال بيس، وبعدين تروح عن طريق عصب رايح للبلادر اللي هي موجوده في البلفس، فاسمه بلفيك نير. النقطه الثانيه، والباراسيمباثاتيك قلنا الريلي بتاعها تملي الجانجل بتاعتها بتبقى تيرنال جوه المثانه البوليه، وتغذي الانفولنتري اللي هو البلادر والانترنال سفينكتر، انترنال يوريثرال سفينكتر. طب نيجي السيمباثاتيك اللي هو بيعمل احتجاز للبول، ده بادئ منين يا اولاد؟ من ثراسيك 12 ولمبر 1 و2 و3، او في بعض الكتب يكتبوا لمبر 1 و2 و3 بس، وبعدين بيروح بعصب اسمه ليسر سبلانكينج نيرف. قلنا سبلانكينج يعني حشو، كل ده قلنا السنه اللي فاتت. السيمباثاتيك عمر الجانجليون بتاعته ما تبقى جوه المثانه، نيفر تيرمال، تبقى كولاترال جانجليا، اسمها انفيروميزنتريك، وبرضه يغذي البلادر والانترنال يوريثرال سفينكتر بس بالعكس، يحتجز البول، يريلاكس الوول اوف ذا بلادر ويكونتراكت الانترنال سفينكتر. اقول لكم معلومه مهمه جدا يا اولاد،
وظيفة السيمباثاتيك أساسا مش إنه يحتجز البول، إنما في الرجالة during ejaculation السيمباثاتيك ده اللي بيعمل قصف للمن، يكونتراكت الانترنال سفينكتر دي، فالسائل المنوي ما يحصلوش ريفلكس ارتجاع للبدن. ده the main function of sympathetic in human beings، مش انه يحتجز البول. يعني كنا علم لكم في الاوتونوميك انه بيعمل retention of urine، ده مش مظبوط، مش دي الوظيفة الاساسية. الوظيفة الاساسية ان السيمباثاتيك اللي بيعمل ejaculation في الميل بيعمل contraction في الانترنال urethral sphincter، فالسيمن ما يحصلوش reflux into the urinary bladder. دي مهمة جدا. ولها تطبيقات طبعا في الطب، ان الناس اللي هي متعرفش تبول كويس عشان البروستاتا كبرت، فبندي لها حاجات تشيل الانترنال سفينكتر عشان يعرف ينزل بول. عيبه بقى اما بيجي يعمل قصر يلاقي نفسه ما بينزلش سيمن خالص، كل السيمن انت شلت له الانترنال سفينكتر عشان يعرف يبول، فاما يجي بقى في عملية القصر الانترنال سفينكتر مشلولة، كل السيمن يروح راجع للبلادر، ده يروح ما بينزلش سيمن خالص. طيب الاكسترنال يوريترال سفينكتر دي سبلايد بسوماتيك نير، مفيش جانجليون بقى خالص، اللي هي طالعه من 2 3 4 ساكرال عن طريق عصب اسمه بيودندال نير ومفيش جانجليون. يبقى تاني يا اولاد في عجاله الايفرنت، هقولها بقى في مقارنه عشان يبقى لطيفه في الحفظ اكتر. البارا اللي بيعمل تبول ميكتوريشن او يورينيشن في مواجهه السيمباثيك اللي خطا، وبقولها للزملاء الاصغر سنا، بيقولوا بيعمل ريتينشن يورين، مش دي الوظيفه الاساسيه. الوظيفه الاساسيه انه يمنع ريفلكس اوف سيمن انتو ذا رينال بلادر. نقولها في مقارنه، ده بيطلع من 2 3 4 ساكرال البارا، انتوا قولوا اللي قصادها، يبقى سيمباثيتك 12 ثوراسيك والفيرست والسكند والثيرد لامبر. ده العصب اسمه بيلفيك نيرف، ده العصب اسمه ليسر سبلانكيك نيرف. ده الريلي في التيرمينال جانجليا، ده الريلي في كولاترال جانجليا اللي هي الانفيروم زنتريك. هما الاثنين بيسبلاي البلادر والانترنال الانفولانتري. طيب النقطه الخامسه، البارا بتعمل ميكتوريشن تو كونتراكت الوول وتريلاكس السفينكتر انترنال. السيمباثيتك مجازا ده في القطط بس، هنقول بيعمل احتجاز للبول، انهيبيشن في الوول وكونتراكشن في الانترنال سفينكتر. انما مور امبورتنت في الهيومن بينجز ان يمنع الريفلكس اوف سيمن during ejaculation. طب الاكسترنال يوريترال سفينكتر بتاخد بال بيودندال نيرف. طيب نيجي للافرم بقى اللي هي سنسوري، نفس التلات اعصاب اللي بتودي اشارات حركيه بتحمل اشارات للجهاز العصبي حسيه. الباراسيمباثيتك ده بتاع الايه، بتاع الميكتوريشن، فالافرم بتاعه بيشيل حاجات متعلقه بالتبول، بيديتكت البلادر ستريتش، البلادر قد ايه مليانه. طيب وبيغذي الانترنال سفينكتر، يعني بيروح للبوستيرو يوريثرا، ما السفينكتر دي حوالين اليوريثرا، فهو بينيشيت الريفلكس بلادر امتينج، بينيشيت الريفلكس امتينج ذا بلادر. يبقى واضح ان التو سنسوري بتوع البارا متعلقان بالتبول، انه يقول لك قد ايه تحس البلادر مليانه، قد ايه الديجري اوف بلادر ستريتش، وبيغذي الانترنال سفينكتر اللي هي حوالين اليوريثرا يانيشيت ريفلكس بلادر امتي. بينما السيمباثيتك اوعوا تنسوها يا اولاد، ده بتاع البين، يديك السنسيشن فولنس، عارف لما البلادر تكمل قوي بتبقى متالم، مين اللي بيحمل الاشارات دي؟ السيمباثيتك. Will pain during due to in overstretch or infection. بقول لكم حاجة يا ولاد، من أكثر الأمراض إيلاما هي أمراض المثانة البولية، لدرجة راجل بتاع مسالك بولية كتب في مقدمة كتابه God if you want to take my soul please don't take it from my urinary bladder. يعني إذا أردت يا الله أن تقبض روحي فأرجوك أرجوك لا تقبضها من المثانة البولية، لأن المثانة البولية الأمراض بتاعتها الكانثر في اليورينا بلادر ألم مروعة اللي بيحملها هذا السيمباثاتيك اللعين، البين والسنسيشن فولنس. طب نيجي السوماتيك بقى، البيودندال نيرف اللي بيغذي الاكسترنال يوريثرال سفينكتر كموتور اللي هي
إرادية، يبقى متصل برضو بالبوستيريوريثرا، ما هو رايح للسفنكتر اللي حوالين اليوريثرا. ده بيديك الإحساس إن في بول ماشي في اليوريثرا، السنسيشن اوف يورين فلو تو يوريثرا، إن في بول ماشي في اليوريثرا. طيب يبقى خدنا الإنرفيشن، ده سؤال نظري غالبا مش هيجي، لو اتكلمت عليه تتكلم على الإفرنت ثلاثة سمباثاتيك بارا وسوماتيك، والأفرنس ثلاثة نفس الفكرة بارا وسمباثاتيك وسوماتيك. بلادر فيلينج سيستومتروجرام يا ولاد، عملوا تجربة، جيبوا البلادر نملاها بسائل معقم دبل استراليزيشن ولا تحصل مصيبة، ونشوف العلاقة بين الحجم والضغط داخل المثانة البولية، فيسموا ده سيستومتروجرام، يعني رسام مقياس المثانة. علمتكم في اي كيرف لازم تقولي بتمثل ايه على الرأسي وتمثل ايه على الافق، اوعى تبتدي تشرح كيرف ان شاء الله في التلفزيون لمشاهد عادي الا ما تقوله انت بتحط ايه على المحور الرأسي وايه على الافق. فانا هنا بحط البريشر ان سنتيمتر ووتر بريشر، وهنا بحط الفوليوم. فلقينا لما حط 50 سنتي البريشر بيزيد 10 سنتيمتر ووتر بريشر، لو مليتها 50 سنتي باي ديستال دوتر يعني ميه متعقمه مرتين عشان ما تجيبلوش انفكشن، البريشر هيزيد لعشرة سنتيمتر ووتر بريشر او 5 ل 10. ده اللي هو سيجمنت 1A، سيجمنت 1B بقى دي مهمه قوي، من 50 لحد 400 عمال تملى والضغط ما بيتغيرش خالص، ضغط ثابت. هنا هنسألك سؤال، ازاي انت مليتها 400 سنتي والضغط ما بيزيدش؟ هتقول بسبب ظاهرتين، بلاستيستي خدناها في السموث ماسل، راجع المحاضرات، ري ارينجمنت اوف كروس بيجز وسموث ماسل عشان تمنع الشد، ولابلاس لو اللي كان بيقول البريشر بيساوي التنشن على الراديوس. طب انت ما بتملاها بول التنشن بيزيد، بس البلادر بتوسع نصف القطر بيزيد هو كمان، يبقى اللي فوق زاد واللي تحت زاد فالبريشر يقعد ثابت. يبقى اما يسألك ليه ما بين 50 و400 البريشر ثابت، تقول له بسبب حاجتين، بلاستيستي اند لابلاس لو. بعد 400 بقى تلاقي اي نقطة تجمعها في المثانة البولية الضغط بيزيد زيادة رهيبة، ماركت سنسيشن اوف فولنس بعد 400 سنتي. طب في سؤال هنسأله لك، الفيرست ايرج بيجي لك امتى؟ يعني اول ما تحس الله انا نفسي افضي عند 150 سنتي، وبعدين بسبب البلاستيستي واللابلاس لو عمال تجمع بول اكتر، وانت الايرج راحت نسيت القصه، ساعات ما توصل 400 الكارثه. يبقى قسمنا الكيرف، الاول هتقول بنحط الانترافازايكال بريشر اجينست الانترافازايكال فوليوم، ده النظام علمته لك، حب النظام قوي، في اي كيرف تقول لي بنمثل ايه على الراسي وايه على الافق، فالبريشر از بلوتد اجينست فوليوم، حب النظام قوي. طب الكيرف كام جزء؟ 3 بارتس، لما تجمع 50 سنتي البريشر يزيد 5 ل 10، حتى لطيفه 50 5 ل 10 انت ضربت 5 في 10 هتبقى 50، يبقى 50 5 10، من 50 ل 400 البريشر ما زادش، دي اهم حاجه اللي هي سيكتور 1 بي، دي تاني جزء بسبب البلاستيستي ولا بلاس لو، ان التنشن زاد والريديوس زاد يبقى البريشر يقعد ثابت، فوق 400 البريشر يزيد زياده رهيبه، ماركت سنسيشن اوف فولنس، وتقول ان الفيرست ايرج بيحصل عند 150. طيب نيجي ازاي بقى هنفضي؟ اتكلمنا على الفيلينج، حضرتك بتتكلم على مين؟ على طفل عنده سنتين لا يتحكم، ولا بتتكلم على واحد كبير زي حالاتك؟ يبقى في احتمالين. نبتدي بالطفل، الميكتوريشن ريفلكس، انه يملى يفضي، مفيش اي فولنتري كنترول. هذا يحدث في نوعين من الاشخاص في العالم، مين اللي يملى يفضي مفيش اي تحكم ارادي؟ الانفنت، الطفل في اول سنتين في العمر، وممكن الادلت الكبير اللي عنده complete transverse section في الspinal cord above the sacral region.
الناس اللي النخاع الشوكي مقطوع هنا اللي هي على كراسي بعجل. يبقى المخ ما بيتحكمش في مركز المثانه البوليه تحت لانه مش متصلين. وعشان كده قلت لكم يا اولاد ان مشكله الناس اللي على عجل دول مش الاساسيه انهم ما بيتحركوش بس، انتوا فاكرين مشكلتهم الوحيده في الدنيا انهم على كراسي بعجل، لا عندهم مشكله بتضايقهم اكتر ان مفيش تحكم ارادي لا في البول النهارده ولا في البراز لما نيجي للجي اي تي، كانه بيبي يلبس حفاضات بامبرز ما يقدرش يتحكم زي البيبي. تملى تفضي يبقى لازم يبقى لابس حفاضه. يبقى في كام واحد يملى يفضي ميكتريشن ريفلكس؟ البيبي الانفانت والادلت اللي عنده تي اس ترانسفيرس سكشن في السباينال كورد اباف السكري. تمام. طيب نيجي ريفلكس، علمتكم ريفلكس بنشرحه في كام نقطه يا اولاد مع شقه مستعشق النظام سته. تقول لي الاستيمولس ريسبتور افرنت سنتر افرنت ريسبونس. قلت لو خدت الانيشلز فاكرينها هتطلع كلمه صراصير. ستيمولس ياثر على ريسبتور يبعت عن طريق وارد افرنت المركز سنتر يرد عن طريق افرنت صادر ويدي ريسبونس. لو جبت طفل يشرح ايه الاستيمولس انك عاوز تفضي من البلادر يتملت بلادر ديستنشن يبقى ده الاستيمولس. طب الديستنشن ده يا اولاد ميكانيكال فاكتور يبقى هيعمل ستريتش فهيعمل استيميليشن للستريتش ريسبتورز اللي موجوده في حتتين في البلادر وول وفي اليوريثرا. للاوائل ما يقولش الستريتش ريسبتور في البلادر بس في البوستيريور يوريثرا. طب خد بالك احنا قلنا مين اللي بيفضي؟ البارا اللي هي مين؟ البلفيك نيرف. يبقى الافرين بلفيك نيرف والسنتر 2 3 4 ساكرال والايفرين بلفيك نيرف. طب والريسبونس؟ فكر انت تكونتراكت الوول وتريلاكس الانترنال سفينتر. يبقى نكونتراكت الوول ونريلاكس الانترنال سفينتر. يبقى دي اظن مش عاوز اعيدها تاني غير في عجاله. يبقى هتشرحها ازاي؟ الاول تقول مين اللي بيحصل عنده الميكتيشن ريفلكس؟ الانفنت والادلت اللي هم الكبار اللي عندهم قطع في السباينال كورد اباف الساكرال ريجن اللي هم على كراسي بعجل على ويل تشير بالاضافه انه مشلول مفيش تحكم لا في بول ولا في براز. واي ريفلكس علمتكم تشرحوه في ست نقط صراصير لو خدت الانيشلز. ستيمولس ياثر على ريسبتور يبعت عن طريق عصب وارد افرنت المركز سنتر الايفرنت عصب صادر وريسبونس. لو جبت طفل يشرح إيه ليه الواحد عاوز يفضي؟ لان البلادر ديستنشن اتملت. الديستنشن ده حاجه ميكانيكيه يشغل ستريتش ريسبتور في البلادر وفي البوستيريور. وبعدين تحفظ الافرنت والسنتر ايفرن مع بعض. الافرن بيلفيك الايفرن بيلفيك والسنتر انت 4 ساك اللي هو البارا. وريسبونس كونتراكشن في الوول وريلاكسيشن في الانترنال سفينتر. من رائع الخلق يا اولاد ان الميكتوريشن از سيلف ريجنتيف بروسيس. يعني لما تبتدي البلادر تفضي الكونتراكت فده يستاكتيفيت الاستريتش ريسبتور فيعمل مور كونتراكشن يقوي الكونتراكشن عمليه تقوي روحها. فبنقول سيلف ريجنتيف. وانذر ريفلكس انه بنبعت نريلاكس الاكسترنال يوريثرال سفينكتر. اللوحه الاخيره ونقفل بكده النهارده يا اولاد وهي الراجل الكبير بقى. الشخص الكبير ده ازاي بنعمل تحكم ارادي؟ اهي تعالوا نشوف. الاول فين مركز المثانه في المخ؟ الكورتيكال ميكتوريشن سنتر في السوبيرور فرونتال جايروس. مش فاكر لما قلت لك الجسم معمول بالمشقلب؟ يعني فاكرين يا اولاد لما قلت لكم ان الجسم مفتل الراس تحت ورجلين فوق؟ قلت لكم ليه؟ عشان ممكن حاجه تقع على دماغي تبوظ الحته دي. فاحسن حاجه الفيس ده احساسات الفيس دي مهمه جدا. فربنا خلى الفيس محمي تحت ورجلين اللي مش بنفس الاهميه الاحساس منها خلاها فوق عشان لو حاجه وقعت تبوظ الرجل ما تبوظ الفيس. فالجسم مقلوب المثانه فوق لدرجه برسم عند السوبيرو فرونتال جايروس. فبعملها لكم بطريقه فني الطلبه عمرها ما تنساها. يبقى المثانه جنب الرجل هي كانه واحد بيشوط كوره خلاص عشان تفتكرها.
المثانة جنب الرجل يبقى في السوبيرو سوبيرو فرونتال جايروس. لو انت عاوز تتبول في فاسيليتات ريسنترز في المخ دي فاسيليتات تخليك عاوز تتبول موجودة في البونز والبوستيرو هايبوثالامس. طب لو انت مش عاوز تتبول في انهيبيتوري سنتر موجود في الميد برين يبقى الفاسيليتاتري الاثنين بالبي بونز وبوستيرو هايبوثالامس بونز وبوستيرو هايبوثالامس الانهيبيتوري سنتر في الميد برين. طب فين الكورتيكال ميكتوريشن سنتر؟ قلت جنب الرجل يبقى فوق في السوبيرور فرونتال جايروس. طيب نيجي بقى when it is time to urinate حضرتك حسيت ان دلوقتي it's suitable time to urinate حضرتك موجود في التواليت وخلاص عاوز to micturate. خد بالك ما زال في الشخص الكبير اللي هو احنا ما زال ريفلكس زي الطفل بس الفرق ان احنا ريفلكس نقول له اشتغل او نقول له ما يشتغلش انما ما زال ريفلكس ريسبتور ستيمولس ريسبتور افرين سنتر افرين ريسبونس وريفلكس بس انت تقول له اشتغل او ما تشتغلش. يبقى when it is time to urinate الفاسيليتاتوري سنترز اللي هي بتقول له اشتغل تقول للساكرال سنتر شغل ريفلكس بس في الوقت اللي انت حددته to initiate micturition reflex. وبعد سنة سنتين بتبقى اتعلمت تتحكم في الاكسترنال يوريترال سفينكتر. اقول لكم معلومة يا اولاد الاطفال بتتعلم الكلام قبل ما تتعلم التحكم في الاكسترنال يوريترال سفينكتر في حالة البول او الاكسترنال انال سفينكتر في حالة البراز. تصور يعني تعلم الكلام عند الطفل اسهل من انه يتعلم يمسك نفسه. خلاص احنا كبرنا اتعلمنا نمسك روحنا فحضرتك هتقول للسنتر اشتغل فض يا عم وتسيب تريلاكس تنهبت الاكسترنال يوريترال سفينكتر لا ريلاكس احنا قررنا نفضي. طيب ازاي بقى الفولنتري ميكتوريشن بيبقى انيشيتد؟ انا عاوزك دلوقتي كده تتخيل معايا انك انت كل واحد لوحده كده محدش شايفه مش داري بيه فما فيش كسوف تتخيل انك انت دلوقتي عاوز تتبول بس اوعى تعملها على روحك من فضلك. لازم الواحد يبتدي بانه ريلاكس البلفيك فلور ماسلز يعني لازم يسيب نفسه يريلاكس مين الفلور الماسل ساعه الفلور بتاعه الحوض بلبس. فده يعمل ايه بقى داونورد ستاك ده لما تريلاكس الماسل دي تروح شده على الماسلز بتاعه الرينال بلادر الديتيرسور ماسلز اوف ذا رينال بلادر وده انشيت الكونتراكشن. هتقولها بطريقه عشان ما تنسوهاش لانها جمله صعبه. لما انت بتريلاكس عارف زي اللي بيشد السيفون عارف السيفون بتاع زمان مش كان في كده حبل طويل تشده فانت لما تريلاكس البلفيك فلور بتشد بتعمل داونورد ستاج كانك بتشد على العضلات فتبتدي الكونتاكت تنشيت اتس كونتراكشن. يبقى الاول شد السيفون شد السيفون ازاي دي اتعلمت وعاوزك تتخيل معايا عيش الموقف كده بس اوعى تعملها على روحك من فضلك. ايوه لا ايوه ما تسيبش روحك قوي سيب روحك سيب يبقى انت هتريلاكس البلفيك فلور ماسل فده هيشد على الديتيرسور ماسل بتاعه البلادر زي تشد سبوت تروح تبتدي تفضي. طيب وبعدين ادي زوبه زقه بقى حضرتك ريلاكس الماسل تحت لازم الابدومينال ماسل تكونتراكت عشان تعصر تزود الابدومينال بريشر تعصر المسانه البوليه يبقى فولانتري كونتراكشن اوف ابدومينال ماسل يبقى ريلاكس البلفيك ماسل يبقى في ريلاكسيشن وفي كونتراكشن. ريلاكسيشن من مين؟ للبلفيك فلور ماسل. ليه؟ عشان تشد السيفون تدراج الديتيرسور ماسل بتاعت بدر وفي نفس الوقت تكونتراكت الابدومينال ماسل فده يزود الانترا فازايكال بريشر الضغط داخل الفيسكل داخل المثانه البوليه فيساعد عمليه الايفاكيويشن. اول ما البول يدخل في النك بتاعه البلادر يعني البول هيبتدي يمشي بقى في الايه في اليوريثرا تصور يبقى اليوريثرا هتتشد لان ماشي فيها بول ده يشغل ستريتش ريسبتور في اليوريثرا يكسايت اكتر الميكتوريشن ريفلكس. وتمني كنت بسال نفسي يا اولاد سؤال وادي اجابته. يعني احنا قلنا ان اللي بيخلي الواحد يفضي ان البلادر ديستندد. طب ما هو وانس فضى ربع الكميه البول البلادر از نو مور ديستندد نزلت شويه بول فيها ايه اللي بيخليها تكمل لاخر قطره؟ ادي الاجابه.
ان ربنا خلى البول اللي بيمشي في اليوريثرا طول ما في بول في اليوريثرا عامل ستريتش في اليوريثرا يبعت امبلس كونتراكت البلادر، فطول ما في بول كونتراكت البلادر كونتراكت البلادر كونتراكت البلادر مش هيوقف الكونتراكشن اوف بلادر الا لو توقف البول في اليوريثرا، وده معناه حاجه واحده البلادر فضيت تماما. شوف الروعه في الخلق، يعني بنقول الاستيمولس ان انا فضي ان البلادر ديستندد، ده الاستيمولس. طب ما هو انس فضت شويه ما بقتش ديستندد، ايه اللي بيخليها تكمل؟ ان لما ابتدت تفضي شويه البول مشي في اليوريثرا عمل ديستنشن في اليوريثرا استيميليت الاستنشن سيبته، ده يبعت مور امبلس تو كونتراكت البلادر تو كونتراكت. طول ما في بول في كونتراكشن، في بول في كونتراكشن، مش هيوقف الكونتراكشن الا لو وقف البول في اليوريثرا، وده معناه حاجه واحده ان البلادر فضيت تماما. بدايه ما فيش بول في اليوريثرا ما بتبعتش امبلس. فعلا وراء الخلق خالق قوة عاقلة نسميها الله. يبقى ده اللي هيحصل. يبقى stimulation في الستريتش ريسبتور تو اكسايت ميكتريشن ريفلكس، ريلاكسيشن اوف اكسترنال يوريثرال سفينكتر. بقى يا اولاد اتعلمناها، ما احنا قلنا لما كبرنا اتعلمنا ان ريلاكس الاكسترنال يوريثرال سفينكتر. طب بعد الميكتريشن الفيميل يوريثرا نفسها بتفضل ازاي؟ الفيميل يوريثرا قصيره قوي، فهي قاعده على التواليت بينزل كام نقطه اللي في اليوريثرا بالجرافيتي. طب والميل يوريثرا بتبقى اطول وحواليها حاجه ماسلز اللي موجوده في العضو الذكري اللي هي اسمها بالبو كافرنوزس ماسل، بيكونتراكت الماسل بتاعه العضو فده امبتاي يفضي اليوريثرا. فاضل سؤال شفوي ونقفل بكده يا اولاد. لو قطعت الافرنت بتاع المثانه البوليه اهو، الافرنت عاوز اوريك الصوره اهو قطع ده، او قطعت الافرنت والايفرنت، لو قطعت الافرنت يسموها دي افرنشيشن، لو قطعت الاثنين افرنت وايفرنت يسموها دي نيرفيشن. دي يعني مفيش في الحالتين دول. بس انا عاوز تتامل الاولاني قطع الافرنت خدناه كان سببه مين اللي بيبوظ الافرنت؟ الدورسال روت التيبس دورسالس الزهري اللي هو المرض الجنسي. ففي الحالتين انت قطعت الريفلكس، مفيش ريفلكس هشغال، وقلنا مفيش ريفلكس هيشتغل من غير ريفلكس ارك. ففي الحالتين مش بس تبقى زي البيبي، يعني البيبي قلنا بيملى يفضي، لا انت مفيش ميكتريشن ريفلكس خالص، لازم احط لك قسطره يعني مسخره، البلادر مليانه ما تقدرش تفضي، مفيش ريفلكس، انت مش زي البيبي، البيبي احسن منك. وطبعا مفيش فولانتري كنترول، لا في ميكتريشن ريفلكس ولا في فولانتري كنترول. بس البلادر في حاله الدي افرنشيتد لما تقطع الافرن في مرض الزهري بتبقى thin وdistended وhypotonic، رفيعة قوي ومليانة خالص وhypotonic وتملى. طب وإيه اللي بيحصل؟ الزيادة تنقط عنده retention is overflow. التاني بقى اللي مقطوع له الافرنت والإفرن بتبقى البلادر وول thick تخينة وشرانكل مش distended وhyperactive، وبرضو عنده retention is overflow ينقط. انا احفظها بطريقه جميله يا اولاد. الطالب هيلخبط في حق لما بنقطع عصب واحد اللي هو الافرنت اللي هو مرض الزهري بتبقى البلادر ثين وول وديستندد وهايبوتونيك، لما بنقطع الافرنت والايفرنت اللي هما العصبين اللي هو مش سببه مرض الزهري سببه حادثه بتبقى البلادر شرانكت صغيره والوول ثيك ومش عرضه انها تفرقع. يعني في الاولانيه لان البلادر ثين وديستندد وهايبوتونيك بتبقى عرضه انها تفرقع، انما في الثانيه بتبقى ثيك مش ثين وشرانك مش ديستندد وهايبرتونيك. فانا فكرتها بفكره جميله، لما يبقى سبب المرض الزهري اللي هو مرض جنسي في الاساس ربنا يخلي البلادر في وضع اسوأ thin وdistended وhypotonic، انما لما يبقى المرض لا ذنب لك فيه مش مرض جنسي مش زهري تبقى thick وshrunken وhyperactive. الاثنين مرض وحاجه وحشه بس اقل عرضه انها تنفجر،
لان الوول ثيك والشانكن وهايبر اكتف. لكن في الحالتين لا عندهم ميكتوريشن ريفلكس ولا عندهم فرانتري كنترول وبينقطوا بيحصل دروبينج اوف يورين. اخر حته بقى، طب العاملين اللي على كرسي بعجل قلناهم دي بقى، ارجع لمحاضرات سي ان اس، اول اسبوعين لست اسابيع بيبقى ريتينشن وذ اوفر فلو، ان كاس العذاب الانساني عندما تمتلئ الى فواتها لا يصبح هناك مجال للمزيد. اول اسبوعين لست اسابيع ما فيش فليكس، ريتينشن وذ اوفر فلو، بعد ست اسابيع يرجع زي البيبي، يبقى اوتوماتيك بلادر الحمد لله ونشيل قسطره. يبقى دول اول عيانين لما قطعت ريفلكس ارك هيعيشوا طول عمرهم، طول عمرهم لا في ميكتوريشن ريفلكس ابولشت ولا في فولانتري كنترول، بس بتاع الزهري العم من الثاني، الدي افرينشيتد اسوأ من الدي نيرفيتد اللي قطع له افرنت ايفر، لان ده سبب مرض الزهري. ده البلادر بتاعته ثين وول وديستندد وهايبوتونيك، انما ده تيك احسن شويه، والشانكل وهايبر اكت، والاثنين ما بيفضوش بينقطوا ريتينشن اوفر فلو. لكن لما تقطع السباينال كورد في العيانين اللي على كراسي بعجل اول اسبوعين ست اسابيع ينقطوا ويحطوا لهم قسطره ريتينشن اوفر فلو. ان كاس العذاب الانساني عندما تمتلئ الى فوهتها لا يصبح هناك ثمة مجال للمزيد، بعد كده يحصل لهم اوتوماتيك بلادر. انا عارف يا ولاد اني اطلت عليكم، بس عشان ناخد تقريبا محاضرتين في محاضره كده، انا خلصت الكلية، فاضلي ما فيها موضوع واحد بس وهو الأسيد بيس بالانس. بس برضو عاوز أقول لكم حاجة في الآخر في عجالة يا أولاد، إن إحنا قررنا إن المحاضرات دي نعملها لصالح أطفال مرضى السرطان. فأنا بحب أقول لكم إن من أكتر المقولات اللي تأثرت بيها في حياتي وشيب يعني my course in life هو ما استحق أن يولد من عاش لنفسه. يعني ما ينفعش الإنسان في الحياة يعيش يفيد نفسه فقط، لازم يفيد الآخر. فما أدراك لما يبقى الآخر ده طفل وعنده مرض يعني السرطان اللي هو الكبير اللي قضى عمره كله وانبسط، بيجيله أزمة نفسية ما تجيله طفل في مقتبل حيجيله سرطان، شيء صعب قوي. عشان كده انا قلت ان هذه المحاضرات هي لصالح اطفال السرطان، وطلبت منكم انكم تساندوهم. فانا لا استطيع ان اتصور ان يحيا وينعم اي انسان بكل مشتهيات الغذاء تاركا اخيه الانسان يموت لمشقة في الحصول على اساسيات الدواء. مش قادر اتصورها، ازاي احنا نصرف نجيب حلويات وحاجات جميله وننبسط ويعني بكل مشتهيات الغذاء وعندنا طفل بيموت لان عنده مشقه في الحصول على اساسيات الدواء. واقول النصاب، او يقولون النصاب يحتاج الى طماع، الناس بتقول كده في مثل يقول لك النصاب يحتاج الى طماع، واقول انا والمعطي يحتاج إلى محتاج. وأقول لكم إن العطاء فضيلة لابد أن نتعلمها صغارا حتى نشب عليها كبارا. العطاء ده يا أولاد فضيلة، لازم الواحد من هو صغير يتعود يساعد ناس، يديهم إيه مكالمة هتكلفني إيه، بس يمكن تفرق كثير في حياة هذا الطفل. وصدقوني نحن نحتاج إليهم أكثر مما يحتاجونهم إلينا. إحنا محتاجين الأطفال دول نساعدهم أكثر مما محتاجيننا. ليه؟ نحن نعطيهم ما قد يفيدهم في الحياة الزائلة، أما هم بعطياتنا دي بأنك أنت تديهم فيهبون ما لا غنى لنا عنه في الحياة الباقية. إن ربنا هيكافئك مقابل ذلك. هو إحنا محتاجينهم أكثر مما محتاجيننا. تخيل احنا بنديهم حاجة تفيدهم في الحال اللي هتنتهي، انما هم بانك انعمت عليهم هيدوك حاجة هيجازيك عليها الله في الحال الباقية. فارجوكم لا تؤجل عمل الخير الى بعد حين، فنحن لا نضمن ان ندرك ذلك الحين. بليز
كده تقوم وانت في قلبك خير تجاههم تعمل مكالمة سبورت بيها اي مركز مراكز اطفال السرطان. I would be very thankful. وفي نفس الوقت يا اولاد لا اريد ان انا اثقل اكون اثقلت عليكم باي طلب او حاجة من هذا القبيل. I'm just حاسس ان عندي ميشن في ان اساعدكم وميشن في ان احنا نساعد اطفال. وزي ما بقول في الاخير ما استحق ان يولد من عاش لنفسه. وفي النهاية أشكركم على وقتكم وأتمنى أكون أفدتكم وألقاكم على خير بإذن الله. شكرا أبنائي الأعزاء.